وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان كسوى قيب قلياشا مدشان قيمها بدن ويسوكترا علماء دينا وقوه الرئيو فضيلة الشيخنا ووالدنا الشيخ محمد عبد أمل، فضيلة الشيخ عبد القادر بوابة، فضيلة الدكتور آدم الشيخ علي، فضيلة الشيخ علي أسامة، فضيلة الشيخ فارح جانهار، يا دمان مامولك يا معلمين تمعهدك أو كوية هاي نائب مدير العام لمركز الإحسان ومدير معهد الإحسان لإعداد العلماء فضيلة الشيخ داق أقبل محمد، يا معلمين تكلاء والدين تا أرضى شرفت بضن دمانتين كسو دوادا حفلتا حريتانكا سنة دوكسيات كا كن أفر بقل أفرتن يلابا كن أفر بقل أفرتن يصدح هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إيو أبا المرينتا أرضى لو قرتي إن ميشان مانتا لغا تكريم إيو أو مامله فافاهين دون قابك أرضى أنو تكريمين دون إن شاء الله تعالى وقت غو قابان وحا آن دون إياين إن وقت غاد ياد وفا إلي سنو حفلت دانا وقت غانو قترقلنا إينا يكود ماتو إن شاء الله تعالى ساس دراديد وحان قعد سن دوننا وحان قعد سن إنا إد كستو هذا الكقران وعلم هذا أرضى مامل كمعهد كدامانتود إنا إلاليان وقت غلو قترقلي هذا الكنا أي آد إيا آد أسو كوبان أيان آد إيا آد وقعد سن إنا سيدي عادة هيد وحين حفلت دينا كفر فران دوننا آيات من الذكر الحكيم وينو آخرين دونه أرديغا حمزة أحمد نور أسود هذا حمزة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله
لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور جزاه الله خيرا إلهي سبحانه وتعالى أرديغاس آيادها وينو آخرية وعودك وناكسن دقن وينو آخرية حكاب المريو إنغن الله سبحانه وتعالى هينغر ديغو هو أي أنفعان أي دهاس وحن كسي سعوننا مناسبة دينا وحن كسو دوين يا كلمة ترحيبة وسو دوين وددك يمرتد حفلتك سوقيب كشي قود حن سو دوين ونقن دونتا وحينو آخرين دونا أرضيق محمد موسى عابي الحمد لله الواحد القهار الرحيم الغفار مقلب القلوب والأبصار مقدر الأمور كما يشاء ويختار مكور الليل على النهار خلق الشمس والقمر بحسبان ومقدار وجعلهما مواقيت في هذه الدار حكمة بالغة من عليم ذي اقتدار أحمده وأشكره والفضل على من شكره مدرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده مقدر الأقدار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البدر جبينه إذا سر استنار واليم يمينه إذا سئل أعطى عطاء من لا يخشى الإختار الحنيفية دينه الدين القيم المختار رفع الله ببعثته عن أمته الأغلال والآصار وكشف بدعوته أذى البصائر وفرق بشرعته بين المتقين والفجار وفتح الله به القلوب حتى امتاز أهل اليمين عن أهل اليسار أيها الحفل الكريم أشرف التحايا ما مازج الروح والأرواح أيها الحفل الكريم أشرف التحايا ما مازج الروح والأرواح وآثار المشاعر وحرك الضمائر تحية ينبعث معها الأرواح إلى القلوب وينبث معها الإطمئنان إلى الجنوب فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم يستقبل الآمال راجيها وينجلي عن سماء العز داجيها لله يوم جل عن نور غرته كالشمس مزق برد الغيم داحيها هذا الذي كانت الآمال ترقبه دهرا وتعتده أقصى مراميها هذه المكارم والعليا تفتخر بيوم مأثرة ساعاته غرر يوم تبسم عنه الدهر واجتمعت له السعود وأغضت دونه الغير حتى كأننا نرى في كل ملتفت روضا تفتح في أثنائه الزهر لما تجلى عن الآمال مشرقة قال العلا بك أستعلي وأقتدر وافى على غير ميعاد يبشرنا بأن ستتبعه أمثاله الأخر أهل المسرات ما جاءت مفاجأة وما تجانت بها الألفاظ والفكر لو أن بشرى تلقتها بموردها لا 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 لحاقت بنحوها الأرواح تبتدر
لاحت بها الألواح الحاق تبتدر ما تعنف من يسخو بمهجته فإن يومك هذا وحده فإن يومك هذا وحده عمر ما غدوت وما للعين منقلب إلا إلى منظر يبهي ويحتبر يطيب لي أن أتقدم بترحيل التحايا وأسمى معاني الترحيب لزملائي ولأساتذتي ولضيوف الكرام وللحفل الكريم حللتم أهلا ونزلتم سهلا وتبوأتم إن شاء الله من الجنة منزلا. جزا الله خيرا أدي أدبو محتسي محمد وصعابي وحا أينو أقد بدونا قيبتا بندقة بندقة إنو مانتا إن شاء الله تعالى وكدو وناندونا بندقة يدي اللي سليا قاني يوحي معروف كاها اللي سلا برتاي بندقة إن مانتو وحو نقندونا ميد كعصب كل يبا إنتا أينو أرقناي معاهدة أرددا فصل كاستا ما دام وفصل كانو سوى فريسان كارين فصل كاستا قيب كاميدا ايا سوى فريسان دونتا كراستانا عرقتين معلمين تو دينا برتانا يفرديان قولها اللو وضا فرديو ايل يرتوز قبطي بعد سؤال لغا ويدي نيا قونتي يوحيو برتي دياري يو لسوحي فديي هدي حفل ده لغا اخري تيري مانتا وينو كدو وين اغاب كهورا ان شاء الله تعالى هل كاسا ارتيغا سؤال لغا ويدينا يا هل كاسو ارتي هذا وحبا وكعدان دونا دانو وحبا برنا علماء يو برشاد هرتيدة وصوفيح دونا إن شاء الله تعالى بركة سؤال يلا بينو أردي وقرنوا يا دعب معها لكن إن شاء الله تعالى وانكوك الصنة يا رضا ضيادة وحن كبلا بينا فصل كتاهيل الثالث تاهيل الثالث فصل لبسطح فصل بينو سكيوكو بصن دونا إنو وقت قادو إلى لين دونا أردي قاسي مركو ينورد مع دونا إن شاء الله تعالى يا بندق أرددو كلمات كعلماء دين وكسوة كبا كبين دونا حفلة دين ونما أنت انت هستكو حدنان دونتا وحنو قلت لك قلني حفلة ده ساعدها بضن وكبحو إناني حفلة دين النقون إن شاء الله وحن ويريا أفر ويل صدح ويل يا شنقب دوت عبد الجبار شيخ محمد عبد عبد الرحمن عبد الله النور عبد الرحمن نور عبد الله زينب عبد الله محمد فرحية شيخ علي حسين حفصة عبد حرسي سهرة محمد نور أبشرة خالد محمود انت عصبها صورة وادان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقتي أنا أقول ترق لي حفلة دا كل وحير بي كده هذي لكن الحمد لله وحارمني أنك أرضي ذا إن ما أنت سفي عن تورط أقبلنا وقت إسلق هذانا الأفر ساعة إلا هل صدح ساعة إلا شص عرضي أنا لقى ذي نرمني لكن هذا ماشان كجروا مساجد إنه لو الدين ما هي ولا آدمي وأنا لا أقيم ولا لا تكن تاب حكيني ساعة إن أنت تجنو إن عرضي ذو سوء شخص ذكرير شاقي حاقو تلقى لي إن سؤاله ويدينو كتبت آخر ستين سؤالك ويدينو وعمد كلاء أمرك عراب التطبيق إسلق قادنا كتابك قرآن كأنتي لصواب بحيو إنا أما الشيوخ ذقاتان أما أنك إدهان فك لسية ماشي صواب بحضا يوحي كهلان يوحي كدهفان رنتو شيخ وشيق يواتاس إيكا قدو أنته سؤال بان أحدقي وإسلق قلاس وإسيا قانان وحان أبضيني وحويين إني إسوهي شدانين عبسانين ولي أرددي عبسي ذاك بحيلا
su'aashaas haday gaban noqoto haday wiil noqdo qofkii gacanta taaga ka jawaabi waan dhax dhigaynaa su'aalahan dooranaynaa waa su'aalihii kutubtii loo akhriyay iyo intaan ka aragno si cashwaayahana u weydiin waxaynu ku bilaabanaynaa saddex maado ayaynu wax ka weydiinaynaa maadada naxwaha iyo usuul fiqiga iyo adabka adab alcarabi naxwaha haddaan ku bilaabo su-aasha koowaad waxaynu naqaanaa culimo ardaydaan la hadlayaa macaarifta calaamada habilbasriyiin inay toddoba tahay oo calaamada habilkufiyiin inay shan yihiin uu ku jamcin jiray jamciska ugu fiican ee uu ku tartiibin jiray alimaamu malik ibnu malik كتابكيس كافية الشافية ما شاع في جنس كعبد النكرة وغيره معرفة كعنترة فمضمر أعرفها ثم العلم فذو إشارة فموصول متنفذ أداة فمنادى عينا فذو إضافة بها تبينا وما أضيف للضمير كالعلم والله أعرف الأسامي وأتب حكو جري معرفتا علمك علمك حيثيات بأقيف سماع لكن عيال لغفيريو حكم ذها قيب أسجى أهانتسي لفهانتسي إنه من حيث هو صدح وقيب اسمي جري اسمي إيا اللقب إيا كونيو بس لو حاجرته إنه كهذا اللي قلاس كده حديث بس لذا سؤهيد اسمي إيا اللقب هدي كل مان يا الله هرمرين كي الله هرمرية با لماذا الله هرمرية هدنا كهرنا محل عرابي كدمنا محل عرابي من لها يلا عبد الجبار بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة الخير انت كذب اسم يلقب هذا كل من وحواجب اه انت لصور من اسمك سيد اللغة أفسحة هدي وحواجب انت لصور مريو اسمك سيد اللغة وأفسحة وحلو صور مرنا وحواي اسمك وحكوت سادة تيسا ذاتو كتسا لقب كانوا حكوت سادة يوم معنا ديرية ومدح مسدمية مركا هدي لقب كلا صور مرنا لها حماش كد على هاد انتو كتسا لقب كا انتو كتسا ذاتو ذات ذي اسم الغير انتو كتسا وكتسا يوم معنا ديرين وتنو كتسا مركا اسمي وحبه وما بهناني صدى صور مرسل قبك سيداس ايا لو صور مرنا اسمي مركز ثم بعد ذلك لقبك عربت حواي عربت افرا لوك القضاء وانا مفردين مركبين انيهين مسا مفرد مركب مسا مركب مفرد هادي مفردين هين عربت سدح واسكمد هل اقصاران سدح اسكمد كحواي مركبين اديهين مسمى مفرد مركب مركب مفرد هذا سدح السين عربته حنا قنسا ان تابع ان عربته ككواد بحسب بحسب العرب وهاي كلواد ولقب كه وعربه سا تابع وغادغسا ان اسمها تابع وغادغسا هذا مفردين كسوهره مفردين ك وحا بصرين تا جمهور البصريين وحامسين انت واجبت انت الاضافه ابن مالك نسياس أيو قوى أو كتاب كسأل فيها أيو كشي لكن وحوك لو كشي كافية الشافية وإن تتبع فلن تفني دا هذا تابع كدكتد وماشي كماد نخلدون مركا ابن مالك متك لواد أو قوى أيا سيدة صوابك أو السحدة مركا أستاذ شكرا جابتو جزاكم الله خيرا شعبد الجبار الله كبارك أيوه سؤال شيء ذكو حكته وحين مرّي نائب الفاعل وحين لهني نائب الفاعل بابكاس علماء ذو صدح علماء أي كهذا شاء أما صدح فني أي كهذا بلاغة كهذا شاء نحوها كهذا لا صرف جنو كهذا صرف وحو كهذا تهيئة الفعل يعني قاب كسير لود يارين لا فعل كوح الحركين لا نحوه نحوكها الله نائب الفاعل كي أحكام تيسة بلاغة نحكها شاء فاعل كي لماذا اللوغوي معاني ذي اللوغوي تهيئة الفعل
نحاد وي كهدلان بينو دهني تطفل بينو كتاي مع ذلك كتبت سفي عن بي اوغهدلان نحادها كتبت النحوه ده سفي عن بي اوغهدلان وحين كهدلي فعل كماضي همزة وصل لقلوب بالوضي فعل كعقاب كي لو تهيئين لها الوضي يعني لها سوء مغير وصيغة والنقضة سيبا لقد إغياء غلال كان شيقني قفيك جوابي من لها هاي كيف ده ودي بشيخ بسم الله إن هرت أفعاش همزة الوصل كبلاوضان وسقالف سقال فعل واي مرك فعل كهدي همزة الوصل كبلاوض ولابن يوم مجهول أما صيغدي سلا بدلو إن لو شق أي على قبنا يا هرت أول كيسة والجذايا ثالث كيسة والجذايا مرك أول كيسة والجا تاس والوجي هاي ثالث كلمة ذا لوجدا سببت لوجدو محاوي فرارا من اللبس هن وكعر لقع رايو هنا استحق الآن فعل كأمر كيف مثلا استغفر استغفر أيوة استغفر وفعل ماضي هدي لغو استاغو حون قنايا استغفر فعل كأمر كنا كذلك استغفر مركا واسدح قلين سيدلو كالدواء مركا ان فعل كماضي وهمزة الوصل قبل اوضة ايا ثالث كيس اللقذي والله اعلم الله اكبرك ايوه وجواب ما شاء الله كوبا تفصيل كيدن وحين ودهني استغفر وفعل الامر همزة توصل لقانا مركي لو كانوا واو ويسكت نعضاء اما شي هوري لقا كانوا لقا حريرية واستغفر بينقون استغفر هديلا ايه لعوان تأذي اللقودي لهين ثالث كاللقودي لهين استغفر الله وحو هوري وحلقا الحريرية واستغفر اي نقطة هديل لقو استاغ واستغفر واستغفر لبدي واستغفر بها صبح مركا لبسي قابا لقا عرية وجواب صحة ما ان شاء الله سؤالها دانكو سيسا عنه حين الشيقني حرفك إن أقيب له حكوا ذا كلمة إن استدحق سنت اسمي فعلي حرف جاء لمعنى حرفك قيبين وكل شيقني إجمالا وتفصيلا مارك من يفصل ومن يجمل بسم الله أوت سأغني كلام قوقب سماء صدح قوقب سماء اسمي فعل حرف قوقب سماء حرفك قوقب سماء إجمالي قوقب سماء التفصيل قوقب سماء إجمالي مركل قيبنا وحواي قوقب سماء خاص بالاسم هو خاص بالفعل هو مشترك بينهما مركي تفصيل لو قيبيو وحواي حروف خاص به اسمك أو عمل فليس يا عملك فليس وهو خاص كويه اسمك يا عملك سبحانه جر إني وحجران وحروف الجر من دلوات وحواي حروف خاص كويه اسمك أو عمل فليس عملك سمينه سوحو خاص كمه اسمك فعلك إيو اسمك ويكوى داقان يا عملك سمينه سوى نصب إن إيو أخواتها واي إن وأخواتها واي حروف اسمي خاصك إيه وعمل فلين وال المعرفة واي حدنا هاد وحن سوقنا كو فعلك خاصك أها حروف خاص بالفعل إيه وعمل عمل فلايان يا عملك سمينا يا وحاوي جزم يا عملك خاصك إيه فعلك وحروف الجزم حروف خاصك إيه فعلك وعمل فلايان لكن عملك فلايان خاصك ما هو فعلك بحيث لو داقان أسقي اسمك عملك سمينا ونصبضة حروف النواصب
حروف خاص كوه فعل كا أو عمل فلينين وصفة إيو إيو السين هذانا مشترك بينهما نسوقنا لبضو كوي كده حي حروف إيس إيه مشاركة كده حس اسم جاي فعل كا أو عمل فلايان وحوى حروف العطف حروف أو اسم جاي فعل كده حس أن عمل فلينين وحوى هل يبل والله أعلم. جزاك الله خيرا شعبد الرحمن الله أكبرك يا سؤاله إني عرض جاي نبي نقص السعنة أردت وحوي دين يا حقوق بني هاي كتابك مستمن كها أنت أي كقاتين لقونا نحرسا مهاي لكن مالك لما أذين أنت جلاس كلو شرح موي هذا سؤاله نقص السعنة علماء وحين الشاقني كلائي كلتا إن أي ملحقات المثنيين مركي لا إضافي اسم ظاهرا وحوال العرابة مركي الضمير لا إضافي وحوال العرابة بحل العرابي نوان ربا لماذا وحال الله عرابي نوان ربا بارك الله فيكم من لا هاي بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد كلاي كلتا حكم دين ملحقات المثنى لكن وحل على ملحقات المثنى مركي وحل إعرابا مركي مثنى ملحقات العراب ملحقات الإعرابي كم ذهين لكن مركي لا إضافة ضمير ضمير مركي لا إضافة وحل إعرابا إعراب المثنى حالة الرفع ألف الإعراب حالتي النصب والجر وحل إعرابا يا لكن مرك اسم ظاهر لا إضافة حركات المقدرة الإعرابا لماذا مرك لا إعرابا مرك اسم الظاهر لا إضافة محل لا إعرابا حركات المقدرة علماء السيدة شيغان سلوك طريق سلوك ومسلك التناسب أيضا القادة مناسبة لا إيقا أي وحل إعرابا حركات المقدرة اسم الظاهر مرك لا إضافة محايا كلمة إن لا إضافة اسم الظاهر إن ضمير لا إضافة أصل كذا إن اسم الظاهر لا إضافة كلمة إن الإعراب إن حركات لغة إعراب مش حروفنا وح أصل إن حركات الإعراب لبدأ أصلية لسراعنا اسم الظاهر إن حركات المقدرة الإعراب لبدأ كلنا لسراعنا أيضا مناسبة للإيجاي إن حروف ضمير جزاك الله خير الجزاء الله أكبرك سؤال بذن أسئلة دقيقة بان ربيعين أن كيبك تأرضي لكن حين أدى دقينا قيبت التطبيق الكاس الشيخ ذكري وكتاب القرآن هكاكين بارك الله فيك وذنا كان هوضا في ريان أرضي واحد سبعة ثمانية كان أنا يقدر إيه والله وضع استاذن كتابك الرجين وماشي إيه صباح ذا قف كستي النسيبك عن كهر مرن مقدمة أما أفاف له بيت إن سمعت أما أتكيس دم الله وعن أفافن أردنا أنا جاء وأفافن أردنا وحي آخر است كتابك الجرومي جاها قواعد بالله قد حضري وحي آخر است كتابك النظم الأجرومي جا عمري ديك وحي آخر است كتابك المتمن كها لحظنا أمر يا الفاعل نائب الفاعل لبدا بيت أمين المبتدا والخبر أسوي النوت تاجين هي بفصح وصاق عليه معد كنا معد الحلقات مركز صان نقطة فصحة باب كيم بالقصي بلعبي عشرين تين على جحسين مركز أرضي مستوه ذي أنت هي كوك قيمية وحي أصاب حنا والنسيكود بسم الله
يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. من لها هذه الآية؟ وسورة النور صفحة بيجك وحويا صدح بقول كنتني لح قرانك وحامل وحوي ولي رهيق مرك قفك عرابي قعنتها تاكتو قفك دوني هالنقل أي عجبار كورنا نوي تاكتي لكن أنكور مرنا علم كورنا ميها هاي أدي زينب هاي بسم الله اسكبل العرب كها ديار يقلبوا فعل مضارع عادي عرب لما يستر فعل مضارع مرفوعة الله نفاعل وي الليل أنا مفعول وي والنهار أنا يقعد فنتها الليل يقعد فنتها إنه حوي منسوخات ذيك مذهب اسمي وحقاتها خبر في ذلك جرى مجرور كسحر خبر كذي وصهر مرة صهر مرة صح لعبرة نحوي اسم كذي ودب مرة صح لأولي جرى مجرور جرى مجرور لكن لأولي عراب الله محرف جر أولي اسم مجرور إيش علامة الجر كان رواه الياء الياء لماذا لأنه ملحق بجمع المذكر اسم أحسنت الأبصارنا لأولي الأبصار إن في ذلك العبرة اللي مضاف إليهم يا محمد أحسنت أحسنت بارك الله فيك أيه كتابك هذا نوع أسكو الله يا أيه قرقر عدك قرق هذا اللي علمه نفس سيالة الله أيه هذا نوع أسكو الله ماشي وصباح بسم الله ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون وفير صدى ترتيب هوستك يراها عرابة كذبنا واحد هوستك عرابتي كرنو بشك صباح صدى عفوا سورة المؤمنون بيجك قدام بي سورة أنزلناها عجبار هي ودي بشا هذا الميكروفون شخ شخ سوق 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 سنة هي أي شخ ألم تكن ألم وحرف جزم أيه تكن وفعل ما فعل مضارع كانوا خطوة أيه ناقص واحد أيه ترفع الاسم وتنسب الخبر نعم آياتي آياتي واسمه كان اسمه كان مرفوع وهجري من منصوب مرفوع هو علامة رفعي وحرف عام أركي ويكون قدر أنت هي كسعة تطلع وفعل مضارع يأذك جرا معتل بيا معتل بالألف هذا ما بني للمعلوم يصير للمجهول تطلع و مبني للمجهول عليكم عليكم جاري مجرور فكنتم كنتم وكان ناقص ترفع الاسم وتنسب الخبر اسم جادي تأذى السواي تمت السواي هي فكنتم بها أنا بها جاري مجرور كس أكيك على خبر كواس صارسا خبر كم ودعم سجول هذا كذي بها وقطع الجنس تكذبون وفعل مضارع وفعل كس فوقية فعل مضارع وفعل خمسة مسوا سحلاخ وأفعال خمسة علامة رفعه علامة رفعها وثبوت النون أحسن خبرك جملة سرعة أحسن بارك الله فيك هيا بسم الله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم عرابك وين بدلي ماذا ركتان عرابك قاوك عرابيان يعني. لكن سؤالان كويدين سؤالان كويدين وحوي
تؤمنوا علما. أيها الصباح عائشة. سورة الحجرات بيش قدام بي. مايسان. أيه. ولما يدخل الإيمان. لما حنسكو بين إني وحجز مس. صوما. يدخل لكن فعلكم هو سدغنيا عبد الرحمن با ليش واقع انت ويتك عبد الرحمن ودي استاذ وا نجي اسو حلو كسري من التقاء الساكنين التقاء الساكنين احسن هلكا كده وان تطيع هي بسم الله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أُذي سورة العنكبوت بس كذا والله صباح ألف لام ميم أحسب الناس أحسب الناس أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أنا وهم لا يفتنون في كجر فضع يمشو أيضا إن لك لتوران روا قعد تاك قوري يوي القفك آتو وحاوي الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا هذا السؤال كدغو حسب أن يتركوا ذا مصدر كان دعيه بس انت بس عرا هي ابشروا لي ودا حق يا شيخ ودا أن يتركوا أي واحد لقى صوت لنا مفعول الأول أحسبه كسر عليه أن يتركوا محل هذا مصدر محل عيا مفعول الأول أحسبه أحسن مفعول الثاني الشيخ مسي ودنا أحسن عليه مسي ودنا كل حكى لنا سوي هاي شيخ عبد الحليم ديار مياه بس الله يعطيك البركه كتبت انت النص دقيقه دت كلام ربنا انك ربشني صدق شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا إن شاء الله تعالى وحنرد سؤالك ودين دونا ماذا أصول الفقه ماذا أصول الفقه أردد وحي أغرستين كلية كتابك الورقات أن أردمانين أو مريا باب القياس نو باب القياس مرينا أي وقت نو غاري مركا مركا لصون نقضون با إن شاء الله تعالى لردما يستردونا انتي آيا قرستين با سؤالك وابانو صدح أفرا كوي دين دونا إن شاء الله تعالى كل وحنو ما يهد وين نحذين بحين سؤال شسدو شيخ داق ودحديقه يومان أنا ودحديقي سؤال شوقه الرئيسي وحاوي والأصول الفقه مجا عن لي راه ذو قرما أوجه الرئيسي فن يعني قرما باللوضي أول الإسلام كم يوتشري تري سدوك صو باللوضي هذا كشك يا ربا هيا عبد الشباب مكرفون قدام في الأيام بسم الله
علمياً مسافنياً لا يقان أصول الفقه مو أهان مثل يقان أختي إسلام كبيل وجزاء لأن وحيل سلفك أو صحابة تابعينتي غير كذا وحبه حاجمين أقب إن برتان قواعدة لهذا لأنهم حقهن قوة ضد لغة ورشة لهذا وحبه قواعد أصول كنا قواعد سا أنتوا بدن وحلو فهم لغة مركا وحبه حاجة قواعد وقابهنين مجرين هذين حاجة أداء أرين قبسطه مسألة فهم ويان وحي حكم كيس وحي جاي كرين جرين أو نبي جاي أولى من جرين مركو نبي أنت صلى الله عليه وسلم صحابة وحي كرين جرين حكم مسألة إيش فهم ويان حكم كذا وحي كرين جرين كتاب القرآن كتاب القرآن كذا كويان وحي كرين جرين سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة هذا كويان وحي كرين جرين قياس أيوك سمين جرين مسألك لأيوك أويق أيوك قياس قادم جرين مركا أرين كسيدس أيوك السعودة إلا وإمام الشافعي كتاب الرسالة وقرأ وكش هكا مسائل كسابسا علوم الأصول الفقه مركا علماء بضان قدم بيس علماء ذو حاب لأوذا إنت أصول فني أصول الفقه بقاك قران ومركا وحابذت طرق دي مركا طرق لوضوق عن سن حاول طريق المتكلمين أو طريقة الفقهاء طريقة المتكلمين وحكوس على بناء الفروع على الأصول وحاكمد هنا الشافعي مالكي وحنابلة طريق الفقهاء حاول وضوضوك سن حاول بناء الأصول على الفروع وحاول حنفيذة كلوه مركا كتبت وقع عن سن أولاق قري لنك طريقة المتكلمين وحاوي المعتمد يا عمدة المستصفى يا البرهان كتبت وقع عن سن أولاق قري لنك فقه هذا طريقة الفقهاء وحاوي أصول الجساس أصول البزدوي منار يتقويم الأدلة مركا وحاجر علماء كل مساء لوضع كتب لوضع طريق كل مساء وكتب كقرتة منها حاكمدة تاج الدين السبكي في كتابه جمع الجوامع وحاجرت علماء كل مساي لو طريق وبقاك قرن أو كتابك قرن منها وحاكمد تاج الدين السبكي في كتابه جمع الجامع وحاكلو كمد كمال الدين ابن همان وكتابك سكو قري التحرير مركا انت سأيك سكو والله أعلم آه.
الله كبركيه شعب جبار سيدا في عاند أسوى كوبتي تاريخ دا علمي أصولك سيدو كوب اللوضي سؤالها كوحيقة وحيكو صاب سنانا يان كتابك قذيهيسا سؤال شهد الصوت وحاوي كتابك مركي انو أغرسانيني مقدمات باقوه الرئي كدب وحوكو حجيسيي دلالات الألفاظ أما مباحث الألفاظ وحلو يقانو وحان مرني وحلو يقانو النص الظاهر المؤول المجمل المبين فروغ دا اوضا حيسية سيدي كليهين ايال الربائن لتلمامو بقياس كده يسوى اشاس حيه شي عبد الرحمن بسم الله هورتا افتا شانتا نص ايو ظاهر ايو مؤول ايو مجمل ايو مبين وحاواي مباحث الالفاظ iyo waxa kale dhinacan markii ayaga la keenay waxa way markii dalaalada la fiirnay dalaalada markii macnaheeda la fiirnay waxa u dhaxeeyo naska naska waxa way wax hal macna aqbalaayo macna kale aan aqbali karin hal macna bas oo aqbala wa naskas mid kale waad waxa way lafdi loo macno aqbali kara laakiin مع لوضع معنى مت كمدة معنى معنى كمدة هي أودو فهنك وحالتها مع معناها ظاهر معناها لو معنى هذا الشيء هنا معناها كل أو فوق أو بعيد كأه ومؤول إيو مجمل كوحالتها كان معنى وحكت السنين أو معاني بدن بوهستا مدلق ما قرناه مبينك وحالها مجملك هدو لأركو دليل إماذي إنو مجملك لو وضو معناها هدو دليل إماذي مجملك إنو معناها سلو وضو أيالة ده مبين إمتكستو هدا مثال نسي نشك وحاوي دي محمد رسول الله نيو محمد بايا لغوة ده نبيك لإن لغوة ده كمشك نيست هل معنى بسوق هذا معنى دليلك مثالك ظاهرك وحاوي جاءني أسد بعد هذا جاءني أسد أسد مركل غضه وحكوسه دقدقاي واللباحي لباحي كيدتك عناي لباحي مفترس كأها يكوسه دقدقاي لكن معنى كلا سوق لكراء ومعناه سوى مؤول معناه سوى حاوى جاءني أسد وحاوى جاءني شجاع أقلاك ودا ننجيس أي ماذا ومؤول وتكو أول كرتا مركا مؤول كرتو وقف سما الله وقف سما مؤول كهدو هدو دليل وطا وصحيح هدو ودليل ودنين وفاسي أصغو دليل وطا مثال كيسو حاواي جاءني أسد يقرأ القرآن بعد هذا مركا لباحة مفترس كقرآن ما أخرين كرو ننجيسي القرآن أخرنا كودا مركا أصغو دليل ودن وحاوا جاءني حمار بعد هذا مركا دليل ما تشيغين إنو كي دغن كأها إنو دمارك عادي كأها مركا ساسواي مجمل كأ مثال كيس وحواي وثلاثة قرو قرو انت سمعنا او مذاهب تسكو خلافه مركا انت سمعنا قوا امد مد كستو مذاهب مد برعضة ومجمل مبينك وحواي ان لعده واقيموا الصلاة عليها اقيموا الصلاة صلاة سيلو تكلو مشيغن صفة هذا وحلقا شيء مجر صلاة اقبل وير مركا نبي صلى الله عليه وسلم حديث ينوغو شيغي ان فعلو كسميه او dadku ku tusay ee qol uu ku sameeyay marka mubayyan baa la hadu qol ku tusiy ama ficil uu ku tusiy mubayyan wa waatu zakata allah miqdar kama garneysid waatu zakata allah ma intaas laga raabo ma intaas laala ma garneysid nabi sallallahu alayhi wasallam uu sheegay intaas ahadiis baa ku soo arortay oo mowduuc zakat ka leeso miqdarkeeda in kuwaas hadiisayaashaas waa mubayyan wallahu aalam intaas ku soo koobay ما شاء الله بارك الله فيك جزاك الله خيرا سؤال شو قدم بيسمك سوكوبي نوي معدة أصولك سؤال شنو حاويان مركان مريني باب النسخ نسخ ولا قيبي لا باعتبار بانكو قيبيني مر باعتبار الناسخ مرنا باعتبار المنسوخ مركان باعتبار المنسوخ نسخ أو قيبيني ما يقو أو قيب سماي سؤال شاس ياك جوابها هي زينب قيب سمعي صدح قيبوت وكلاها
نصح الرسمي وبقاء الحكم ان لفظي إلا نصحه حكم كنا وجوجو إيو ان نصح الحكم وبقاء الرسمي إن لباقي لفظي ان حكم كنا ومنسوخي هاي ولا نصحه إيو لبدو دي بحكم كي يرسمي لبدو بإن لسلا نصحه ان مركة لو سنة في أستقيب سمعي ان نصح شيء لنصحي أو بدل كيسي لكياني يميد أن بدل الله سمعينين كان بدل كلو سمعي أياه في أستقيب سمعي صدح ان شيء يهرأي لنصحي حكم ان بدل كسي أذك إن لكيانو ان أمام حالنا حذاي أما مد كخفيف سن حكم كي هرى أجرى إن لك يانو أما مد لصمن كي هرى إن لك يانو وسيدا هاد كان لصمن أكلو حنغان يا سيدي قبل هذا إن مركي ربيت المقدسة لو تكن جري مركي دمنا إن حرم كلو تنستي وإسلسميهن مركا كان كلنا وحوي إلى غير البدل شي هرى أجرى جري أيالا نسخي وحكى لنا لغم بدل دقين أكلا ما شاء الله بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء سؤاله أصول كنا أنت هسنا كسوكو بنا إن شاء الله وقتك وقابن أوجي ما شاء الله الله يدم بركة يا علماء شحمزنا الله بركة يا ما شاء الله سيدو أردد أفنسية قيمة ونكسن بالأمثلة وقلت ودعي ما ددي ودن بيتي وأنا نفسحنا الله يدم بركة يا شريحوين كلار أور أهان وهينا قلب لي ما نرمنا وعذرم وجيان ان خميس لي مرنا يومي الخميس والجمعه اني وعذر موجيان قلاسيه كلان ان كنت كن مرنا مركا كتاب حنو اخر سنين الادب العربي كمقدمه اهان وكاداب اهان ابن ابي اسحاق الالبيري واخرنا كدبنا لاميه العرب بين اخرنا بانت سعاد ام قصيده كعب ام قصيده البرد كالبوحي لو يقاننا وين اخرنا مركا قصيدة البردة بارعين لقشك يوكو ده هو الرئيسة مركا لبعض إن السؤال إذن كويديو سيدابا يكون باللعبتي السبب كيوضو محوها بارك الله فيكم من لها أي فرحي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أتقن كعبا بذكر سعاد تفاولا بها ففاز بالإسعاد وسهل عليه طريق الرشاد فجعله من أسعد العباد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من هول يوم التناد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد العبيد والأسياد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي التوفيق والساد الذين تأبدوا في محبته صلى الله عليه وسلم ومزجوا بها الأكباد أما بعد ولا ليال إن أبياتان هرت أنت اسمح أحد مقدمير وكتاب كبانة سعادة وبفضل الله كتاب كسدحات ومادة الأدب كأندمينو كتاب كان أبيات كجرتا مع إسكال صحابي كان كعب بن زهير أبيادي سمحوك بلا ويا سيدة عادد أهو نما كان أشعار تعربت الوية قانو مركي أشعين بلا ويان أشعار توضا إنيكو بلا وان أمان دمرك أمانا يان يو قبله هذا أساق مركا محوك بلا وي أمان وأمانا يو قبر سعاد لدهو مركا سمحو أسي قدبي قابك أوكو قاري لها سعاد قبر أنو كفوغاتي كقورتي قابك أوكو قاري لها وأسي قدبي وكهدلي إن حش وراعي وسي سفينايا كدبنا محو قدقله مقصد كأول جيده مقصد كان محوها يعني كان صحابي جا مركهوري محوها قلال بكسو إسلامي وانين دين تيو نبي جا عين جرو وحك شيء جري مرك محو جو أنصده إنه نبي جا أتجو وعذر دارته ودين تسوق قلو مرك أبيات سوق أبياد محوك دمينا يا كتاب كيسا أسوغ النبي أمانا يو إن الرسول لصيف يستطاء به مهند من سيوف الله مسلول في عصبة من قريش قال قائلهم
ببطن مكة لما أسلموا زولوا زالوا فما زال أنكاس ولا كشف زالوا فما زال أنكاس ولا كشب عند اللقاء ولا ميل معازيل ساسو أسي دمينا يا أسوغو نبيق أمانا يا ساسو نكسو إسلامي الله أعلم. الله أكبر يا فرحيو أدبك وحيربا إنو كسو قادنا هنا كتبت هذين نظميين معد الإحسان لإعداد العلماء حفظ سجوني وهو كدوان قابك الله حفظي منظوماتك كان صوق هذا الني مسجد النووي فضيلة الشيخ رشيدان إلهي بركة يالكم بعد أقوم بهذا النقيا كي أمبان هل كان كيني ونكو التطبيقين وحانوي أرضيه سردي يا قلبي وحلوه يا قانا سردي منظوماتك كلبا انتهتي الفية من مالك مالك دميان عربا هر يا قلال إنك آخريان وقلب أسئلة قاركات بعد دقيق سيها كوي قاركود ولمينا أقود بينا لو يدين جري لكن قيبا قاركود بي أقود بينو امتحان كي شلاي أي قلين أنا كو شلاي بان امتحان كبحني شلاي امتحان كي أي قلين حالو يدين بيت با لقري بيت كامركي لقرا وحال لي بيت كتضواد قلبي أي قلالها شدري جيسة دم بيسي حتى كي سوار مرة مرمار قاركود نحالقا ينا قصبتو كلمة قدم بيسي سي مركو حان ربا أبيات إن لا أخريه إن لقنا بالله أي بيت أو إصبح كتاب ياهي الميواي سؤال شو حوي حيري كعب بن الزهير بن أبي سلمى رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل عن روا ترتيب قذال آت شم بين قذال آت شدري سدمنا إسي السجن ترسيها كبلابين ككل حاجات كبلابين نعم ترتيب تعرض الحساب صح وعي كدي من الجواب تسودة أمس السعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل عبد الرحمن زهر هي عيشة زهر زهرة قالت هي فما تدوم على حال تكون بها كما تلون في أثوابها الغول صح الله أكبر كي سؤال شكو حكته بسم الله إن الرسول دي لأخرني فرحي أخرني إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول تدو بيت بعد قلال أدقي بيت كتدوات شدري جيس دم بيت كيني قفك استها حساب صدا قفك كينا يلا هيه وما لهم عن حياض الموت التهليل وما لهم عن حياض الموت تهليل سرد بعض آخر هذه هيه انت هسا نكسو قوينينا أدبك الله إذن بركيه وعد ما هتسنتهين تهيل الثاني الله إذن شرف صانو شرفتين بارك التهيل الثالث بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا هيه معد كان حال فري
شيخ تفصيل كذا وحنو دب دكتاي ميلان أوجه هيوي هيوي قيبتن الله أكبرك يا شيخ قيبتن وحينا إمادين بشي سديدات سنة كلا صوت عافي ولمنا بشي الدوايا قدادي شن يتوان كيبان عشر أبي اللوني أسبوع أولي فريتان بوها لباتن يكون مركي ميلها قادي بان توس عشر كأوغو بلوني مركا أردنا واسا وحينا أولي بنا فصح بان يرقل لي بلها اسكو علاليس لح بلون ما عندها ميلها سيني لجوغين بارك الله فيكم جزاكم الله خير. أدياد بيوم هاتيهين أردادو معلمينتنا أدياد بيوم هاتيهين جزاهم الله خيرا رمتي ووقت قنوة قابنية ما دوين كلا دكتانا أد بيوم فربدايهين فصل كانوا كليا وحو دكتا ما دوين أدو فربدان علوم كلا دوان لكن انتن تصالحانو بالغسو قاتي ساسا لوغا هذا سيدو كلا أرداد فصل كدكتانا دكتانا أد بيوم فربدان ته مركا نمود جون باي آي إنوان قندون تامان تودنا sidaa say wada yihiin badankoodu marka saasa lagu ogaado waxa kalaan ka cudur daaranayna diyaarinta ardada oo ardayga laftigiisa nasashadii inaanay nasanin ardadani oo runtii shalay baa imtixaan laga baxay waliba goor dambe xalay oo quraayay ardadu nasteen saakana way soo kalaheen oo taa xafladda ay u fadhiyaan iyadoo ay saatay hadana xifdigoodii hore ay wixii hore ay u xifdiyeen iyo wixii hore ugu diyaarsanaan bay la galay imaadeen wax hadda ay xalay ka gaarsiiyeen oo ay didiyariyan ma jirto marka waan soconayna waqtiga gaaban waxaan gudbeyna fasalka taahiilka tani aad ban yagana u soo gaabinayna macallimiinta waxa ku codsanna laba su'aalood ama hal su'aalood laga dhigo waa fasalka ka yar yar daahan ama mustawaahan ka hooseeya waa Cabdiraxmaan Faarax Cabdi Cabdiraxmaan Khadar Cabdi Yaasir Maxamed Cabdullaahi Kawthar Maxamed Cali iyo Maymuun Ibraahim Xasan iyo Sumaya Ahmed Noor ardada saa soo ordeen taqriiban 10 daqiiqo ama ha loogu soo gabagabeeyo ardadaas insha Allah hal su'aal ha loogu soo koobo insha Allah inta markaynu dhameynana waxaan u gudbi doonaa insha Allah kalimaadka culimada iyo toojihaadkeena kale insha Allah barakallahu fiikum yagaa i'raab kaliya ku soo koob بسم الله كوثر ميمون بسم الله أرضيضا عن سي أفافت أيغانا ajrumigu wuxuu dhamaaday sabtidii baan imtixaan bilownay isbuuc hadda isbuucii ka horreeyay maalinkiisii axadda ahayd baan baabul idaafa u akhri ajrumi kaliya hayna akhristeen markii hore waxaan rabay su'aalo inaan weydiiyo laakiin waqtiga kooban awgii way haye
همتاس وحاوي مفعول الأول. أول مفعول كي لو أنا أول. أي قادم. أحسنت بس وهم رقود النمح عرام أنت كسعة. وهم هم ضمير في محل مبتدأ. رفع مبتدأ له رقود النه. رقود النه خبر كمان. أحسنت بارك الله فيك. أيه. بسم الله. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر وحكى لما وروا ليلة عراب كذا بس عن روا يلا سورة الأعراف صفحة بقول لحذني سديد وجاوزنا ببني إسرائيل أردت أن أقول لي رقم يا قرآن كإنه فلسطين أدقى يدي يدي ليلة عراب كذا بس عن روا تمييز كله قسمين تمييز الذات ميام سوى تمييز النسبة تمييز الذات وابي حكرتين بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا أدياد بيوم حتيه انتهي لساننا ويكاقل قلشينا وشا هو سيدي لي وصوف حين إن شاء الله وحينو قد بينا واحد شراء أرضي قلن كدام بي ما عاد كي مادة وضياشة كان عصت هذا أيوه ده كسوق كتيرة وبعد عصر وصباح بل أضياش أنا ما أنت أيه فيرنا إن شاء الله محمد مؤمن يا أحمد حسن بعمتلي دونا يا كان ألك حساس ولا لقوا يدين دونا إن شاء الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد وقيف كلي ومعتك كم إذا وقلب لي أها قيبتا أيقنا نحوال له أخريا كتاب كاسم كل بحينا الشيخ ذكريا كتاب كل بحينا الله كتاب الله كتاب الله بين أن سي أففت أيغنا حي أخرستين باب الكلام باب معرفة علامات الإعراب باب الأفعال حي كقاتين فعل ماضي هي فعل أمر فعل مضارع ومشي أومهم سنيد هايدا الإعراب رفعه نواسبتي هي جوازمتي همين قادن مركا انت ويديني وانت هكوه الرئيس هيا بسم الله أحسنوا للذين أحسنوا الحسنى سورة يونس بيشك شنات بلوغيسة حزبك بلوغيسة يلا للذين أحسنوا الحسنى أي أحسنوا ما هيسن أي أحسنوا بان ربع عراب كذا أحسنوا أي أدوي ميكروفون كابتشا ها وفعل كه أنكوسو دوي أي أستاذ أحسنوا 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 وحواي فعل فعل ماضي فعل ماضي هي فعل كماضي محلق بنية فعل كماضي وحلق بنية مركان وحول حرسن فتحة فتحة حلق بنية فتحة ومجيد هذا ومقدرة ومقدرة سو تقديرك سو تقديرك وحواي أول جماعة هذا اللي حسن بارك الله فيك ماشي لصار لها فتحه أو نونكها يا بيزي أو مشغولها حكومة مشغول سيني حركة المناسبة وده وحكوه الرياء الربطين لقوده هل السؤال وكله بس بسم
هيا يا جبال منادمني قارن يا جبال ولسليمان جميل ولسليمان الريح سؤال حغير عمق كتر ولسليمان علمه وحن سكوغنا حروف تجار إني وحجرت سوماين كسرى للربي سوماه كسرى ميش أمجيد اللام بان وجيدا وحجريسا لسليمان ما المانع من الصرف صرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا وما قال ابن مالك محاق الديدي هو صدقي يلا الشيخ السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أرتا وحنا صوبري حروف الجر محلي جرينا وحوص ديقان لكن هذا سليمان وكل ديقان لأنه وحاوي ما لا ينصرف وحان ودي دي إنه يعني وكل ديق مضو وحاوي إلا تاني فرقيا تاني واي لبع إلا ذو محلي جفرقه وحون الشابحي فعله شابح لبدا علان رواه شيخنا لبدا الا وحاوي ارتكو سليمان وحاوي اسم للي علم واي مركه عالميه وعلده كوباد ومعناها ولابنيس نعم علده لبادنا وحاوي لفظي ولابنيسا وحانا واي العجمه العجمه احسنت بارك الله فيك وجزاك الله خيرا بس وبالله توفيق وفسحنت وفسحنت ادعو ما تنتين أنا عصتني يو رياشي سوق ليلة هلا بدا شيخ ما متلي يي أركاوى كفا كذين إن شاء الله وأقول استين واحد ترى قلادة وضم بيساء أن أرضك قبل حينه أرضي خميس تيج معها دقتة أوب بدن دتك شن تبرية كلام مشغول كا معلمين القرآن كا يدات كلامي كا مركا لبدا قلادة لبدا بري دقتة خميس تيج معه وح متلي دونا محمد إلياس يا محمد قرانة سعود وادا أقول هذه قدام بيسي كيف تعرضك إن شاء الله بارك الله فيكم هيا بسم الله قيبتنا وقيبتي معلمين تا قرآنك والله يومي الخميس والجمعة بنان كم تشوفين كتبتي علومتا أين يعني آخر سنينا أنكسي أففت أيقنا أجرومي باب مرفوعات الأسماء باب الفاعل بأمريا ولما أخرني باب كاس أنت كهر ريسان لكن كجب بقندو أنا إلا بس سؤال أيقنا ماشي أصبح بسم الله والذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات الصالحات حالة دي جوكتا والسؤال موضع العراق محوية هي انت بس ان رواه يا شيخ الصالحات بسم الله وعملوا ها وعملوا عراب حتى كسيدة عرابك أردير اتقان وعملوا فعل ماضي وفتحنا قد نتبع حركة المناسبة للمناسبة لأن الواو لا يناسب إلا الضم ما قبلها أحسنت الصالحات الصالحات وجمع السالم وحالة النصب جو علامة النصب كسرة كسرة أحسنت بارك الله فيك شو أسأل الضم بس يحلفون بالله لكم ليرضوكم وحربا وحير يحلفون أسكراف تاوي سالمت أوكي ليرضوكم يرضو فعل كاس من رفعو جوغا من نسبو جوغا من جزمو جوغا صوب كان الشيك بسم الله اي شيخ شيخ اي يلا بسم الله ليرضو ميا ليرضوكم فعل كاس حالة دي جوغا هرت ليرضو فعل مضارع وي حالة نسب جوغا حالة نسب جوغا محال نسبي عامل كنسبي محاوي حاوي لا متعليل لا متعليل احسنت هل كان اسك صدقه اول في سحنتي ادي ادو ما تيهين وقتك ايا اد سغير مركا قيبتي سؤالها علماء اي ويدين انا حلقاتك ما عدك لو اخريو
وانتاس على أركي أركا أرضاني موهوم بيحفظيان من نحو كليا ماش نقول لك تا وحنو يردونا أرضي جو وير معهدك وعبد الله يازين عبد الله بالأرض يجاز ترجمة ده كتب تن الله آخر يوم يلا حفظي يا ونسوا الله معنى يا ومعناها ير ويدوحان مركا بالعبد الله يازين هسوقعه كتاب كذي رأيي نسوا مسوق هذا نه رأيي ده دين هسوق هذا منظومة رأيي تأييه منظومة دي تأييه ده البيري صارت صدح دقيقة ما لبث دقيقة نسينا إن شاء الله. بسم الله. أبا بكر أبو بكر دعوتك وانكو ياري لو أجبت هداتي مخلصو إلى ما شيباكو ياري فيه لحدي سيهات حظك ديفتاد لو عقلت هدا وحفهميسو إلى علم علم باكو ياري تكون أكون خنيسو به علمك سأكون خنيسو إماما هكامي مطاعا مثل يالو إن نهيت هداتي دو وإن أمرت هدات فرتو ويجلو هو فيدي ما شيبو فيدي بعينك إشاء من غشاها ودبول كذا وهنديك وكهنون الطريق جتبك وكهنون إذا قرتي ظللت آلنتو وتحمل واتقاذي منه علم حقي وحاقاذي في ناديك فغارها دحس وحاقاذي تاجا تاج باتقاذي ويكسو كهوين الجمال قرح بكوين إذا قرتي عريت أتقاوناتو ينالك وكسو قاري نفعه وحتركيسة ما دمت حيا انت نوشهاي ويبقى وهاري ذكره شكشاكيس لك أذقك وهاري إن ذهبت هذا بحضو بارك الله فيك عبد الله شكرا كتاب كدن وذكر لكن وقتك آدي آدي نوحية ما أنت إن شاء الله علماء إيو حنو قعود ردارنا إن يقع هذا الكود وانكم كومي دوننا لكن أرضضا أياك أي نكبقن دوننا إن شاء الله تعالى عرض وين حوك سارني مالك أهالي مالين بعيل توك تابان ليدو ما أنت ونسفي عن هور ركاتين أرضضا إن شاء الله وحن قلي إن معدكو لبقي ودبك كومي يا إسودا معملو ففاهم دونو قيب حلقة هذا علوم تشريع هذا كلا تدوان إلى يقانة شرعية لغو هذا برضه هي قيم مهارات اللغة العربية هذاكو هذا التهاي يا هدي أي قرال كذي التهاي يا قيمي كلا دوانا بهذا التهاي مركا والقيم مهارات كناين وحكة أرقنا صدق دقيقة شن دقيقة ملا هذا كسر كابو محادثو كدوان محادثات كلا يقانة مسموكا اسمي هبل أنا هين يا حوار أنا هاي نقاب كلوك روح بدنا كفر حدون تانا أيان سو قدمي دونا وأنا قيمت أنا قدم بين دونا تكدي من علماء أنا قد بدونا هل أرضي الشعيرة وما كدم بين دونا كم يمعد كوساب سنة آخرين دونا أركا صدق هذا أرضي سلوادي دونا برنامج كان سلدا دين دونا وعبد فتح محمد جينو عبد الرحمن أحمد نور عبد الرحمن مختار محمد هذول وادان وقت كان وهذا الشيب مخططا بفودي خطة سبيل الردى منها إلى سبيل الردى منها إلى الموت مهيع هو الزور يجفى والمعاشر يجتبى وذو الإلف يقلى والجديد يرفع له منظر في العين أبيض أبيض لكنه في العين لكنه في القلب أسود أسفع السلام عليكم وعليكم السلام.
قف 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 من تكون أيها الشيخ العجوز لقد رابنا أمرك أعيذك أن ترتاب في أنني الذي أتى سابقا والكل ينجر ويحبو فمثلي إذا جد الرجال وأتعبوا نفوسهم سعيا وكدهم الخطب تقدم سبقا ثانيا من عنانه وغادر من جاره في رهره يكبو أمثلك يعشو عن مكاني ويمتري بأن يمن الأفلاك ذا الأدب القطب أيخفى عليك البدر ليلة تتمه ولم يستتر عنك النازك والشهب ما خبرك ومن أين مقدمك أيها الشيخ ما لي أراك مدرقا واجما كأن بك عي وما بك من عي أتسألني عن حالي وخبري يا فتى وكيف يكون حال من ضاق به الزمان وذهب عنه الخلان أمحلت به الأرض وأغفرت به الديار زهد الناس عن طلب العلم ورغبت عنه النفوس وتكاسلت الهمم ذهب شعاره ومحيت آثاره وطمست أنواره وغابت أقماره وبقي بين أيدينا من يعيب الفقه ومسائله والنحو ومسالكه والأدب وفضائله عابت تفقوا قوم لا عقول لهم وما عليه إذا عابوه من ضرري ما ضر شمس الضحى في الأفق طالعة ألا يرى ضوها من ليس ذا بصري لقد جئت من مدينة بعيدة ولقد قدمت إلى هذه المدينة الفيحاء أتتبع أثر الصلحاء وأرتاد مناهل الأدباء ومحاضر العلماء فهل لك أن تهديني إلى منهل للعلوم أنهل منه أو معهد سمعت به في هذه الديار أجد بغيتي فيه على الخبير بأس قط لكنك لم تخبرنا من أنت يا أيها الشيخ ذو الكلام العظيم أنا الشمس في جو العلوم منيرة ولكن عيبي أن مطلعي الغرب فلو أنني من جانب الشرق طالع لجد على ما ضاع من ذكري النهب ولي نحو أكناف العراق صبابة ولا غرو أن يستوحش الكلف الصب فإن ينزل الرحمن رحي دونهم فحينئذ يمضي التأسف والكرب فكم قائل أغفلته وهو حاضر وأطلب ما عنه تجيء به الكتب هنالك يدرى أن للبعد قصة وأن فساد العلم آفة القرب والله إنك العظيم الشان عجوبة هذا الزمان أسرتنا فصاحتك ورجاعة عقلك فإنك تذكرنا بعلماء الزمن الغابر الذين أخبرونا عنهم في معهدنا الإحسان لإعداد العلماء الدهر ونوادر العصر ماذا قلت؟ معهد الإحسان؟ وهل أنتما ممن انتظم في سلك ذره ونهل من معين ذره؟ أجل إنه معهد فريد ومنهل للعلم وحيد شيدته أيادي العلماء الظاهرة على منهج الحلقات الغابرة وهو ذو سمعة باهرة كروضة ومحاسن متكاثرة وينابيع فاقرة كروضة ناضرة والذي فلق النوى وبرى النسمة الأولى أيها الفتى ما أمضيت المراكب ولا صاحبت المواكب ولا زاحمت المناكب ولا راعيت الكواكب إلا لأعتكف فيه وأجاور محبيه فهل تحسن شيئا من ملاح الآداب عند ملاقاة الأصحاب حفظت ماه من علمائكم أجل حفظنا عنهم الكثير والجم الغفير هات أنشدني شيئا من ذلك قال الشافعي رحمه الله دع الأيام تفعل ما تشاء وضب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء وقال أحمد الشوقي رحمه الله قم للمعلم وفي التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا أشرف وجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا سبحانك اللهم خير معلمي علمت بالقلم القرون الأولى أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين الله الله ما أحسن إنشادك تذكرني بفطاحل الشعراء وأمراء اللسان ما اسمه؟ أجل إنه أمير الشعراء أحمد الشوقي قاتمة الشعراء المحدثين
وغرة وجه المعاصرين فما تقول فيه؟ هو مثل زهير يذيب الشعر والشعر يذيبه ويدعو القول والسحر يجيبه، أو مثل حسان رضي الله عنه في ضرر قصائده وأنفس فرائده، أنشدني إياها أيها الفتى. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: عفت ذات الأصابع فالجواء إلى عذراء منزلها خلاء، ديار من بني الحسحاس قفر تعفيها الروامس والسماء، وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاء، فدع هذا ولكن من لضيف يؤرقني إذا ذهب العشاء، لشعثاء التي قد تيمت فليس لقلبه منها شفاء، كأن سبيئة من بيت رأس يكون مزاجها عسل وماء، على أنيابها أو طعم غض من التفاح يصره الجناء، إذا ما الأشربات ذكرن يوما فهن للطيب الراحل فداء، نوليها الملامة إن ألمنا إذا ما كان مغث أو لحاء، فنشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما ينهنهنا اللقاء. يا الله ما أعذب هذا الشعر، سبحان من أعطاك هذا البيان وعلاك منه ما لا يقدر في بال الإنسان، فما تقول في النابغة؟ إنه شاعر فحل يثلب إذا حنق، ويمدح إذا رقب، ويعتذر إذا رهب، فلا يرمي إلا صائبا. فما تقول في جرير والفرزدق، أيهما أسبق؟ كما قال بديع الزمان وعلامة همدان، جرير أرق شعرا، كما قال بديع الزمان وعلامة همدان، جرير أرق شعرا وأغزر غزرا، والفرزدق أمتن صخرا وأكثر فخرا، وجرير أوجع هجوا وأشرف يوما، والفرزدق أكثر روما وأكرم قوما. أما تقول في امرئ القيس؟ كما قال جرير: اتخذ الخبيث الشعر نعلين يطأهما كيف يشاء. فما تقول في المحدثين من الشعراء والمتقدمين منهم؟ المتقدمون أشرف لفظا وأكثر من المعاني حظا، والمتأخرون ألطف صنعا وأرق نزجا. فلو أنشدتنا من شعرك أيها الشيخ؟ لا والله لا أنشدتكما حتى تذهبا بي إلى معهد الإحسان ليطيب بي خاطري. هيا بنا إلى المعهد. جزاكم الله خيرا ادي ادعو مع سنتين دمانتين. الله اكبر. وقتك يا رنتي ادي ادعو قابنا اردد وحي ادعو قعودين ساك حتى غارب ادن لي مادان او كقصبني صابت ايقا اسبوع امتحان كسو جري مركي هران دراسادو اي دماتي اسبوع اسبوع كهري حتى امتحان كان نانسين وقت اي وحكو سو دياريان اسبوع اسو قرح استيبان حتى انا ندح فلت بالقبان ايا مادام رمضان اينا حيسو marka aad bay ugu cabanayeen ardadu degdegaas laakiin wax fiican bay soo bandhigeen waxaan ku soo xirayaa dhamaan ardada oo culimada uga gudbi doono ardayga shicirka akhri doona Hamza Ahmed Noor ardaygaas marka u dambeeyay qasiidadaas macadka ku saabsan ayuu akhri doona kadibna waan soo gabagabeyn doonaa qaybtaas أهدي إلى الحلف الكريم تحيتي وجمال قافيتي وحر تهاني من كان يرقب أن يشاهد منظرا في حفل مكرمة عظيم الشأن فالآن حق له مفاخرة الورى فيما يراه اليوم رأي عياني أهلا بكم في معهد الإحسان نبع العلوم وزينة الإيمان هو منهل جعل الإله شعاره نورا يضيء على مدى الأزمان هو ملتقى العلماء والصلحاء والشعراء والأدباء والإخوان فيه رياض للعلوم تفتقت ومرابع عرفت وطيب مغاني فإذا أردت العلم لا تكسل ولا تك عن مناه خائفا متواني
والحق بركب الصالحين تجد هنا ثمر العلوم غددت لديك دواني. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. جزاك الله خير حمزة. آديات بيوم هاتين دمان أرضي كقيم قادتي عرضيك يا بندقة وهاي بارتين وحكم إذا دمان تدو أمها العلنين إلهي سبحانه وتعالى هكوضا والمريو علماء دي وحصو بارتي معلمين تودا صوصا رينا إلهي سبحانه وتعالى يقنا ميزانك حسناتك وقعوص ليو عملك أي قبتين عمل إلهي درتي أو قردقو إنتاز مركان كقدبنو وحين وقود بدونا قيب تلبادي حفلة دينا حفلة لبصة عدود بان وقود ترقلني لابد الساعدود شنية فرطن دقيقة نوهر دي شنية فرطن كاز وحن ربنا إن شاء الله وتعالى علوم هذا يا مامولها معدك معدك وردن مامولها وهذي دونا علوم هذا إن شاء الله وتعالى دور دقيقة سين دونا أردد العبال مرين أيوه يغنى وانا بالمرين دونا ساسان مركا كسو حيري دونا إن شاء الله وتعالى انت عينا نستيق سينا أين ربنا وكل هذا اللقما وده بغن كرو هذا اللين بدينا ما وده أوران إن يرينا كما وده تغين مركا إن أدلو سوكب كوبا يعني تعالى هاي وحكالو تيرا ومعدك يا مركز كودهان كميدا قيبت مامويينك قيبت محو الأمية أما الله تقالنك أخر سكورس لأنت وحل إلهو قيبت أس يقونا وحفي عن بي ديكتين واني فرديان واني تعالى إليني وحصوبان ديقان كتب بيقاتين وحفظان بي ديكتين ما انتنا قيب كميدا شهدوين بابا لسين مركا وحا رنتي يقونا وقتقو كوانا نكعنيري حفلت دم في إن شاء الله وانا دو سين دورنا وإلا رجعين إسكبر أشيئاً أو ياشا أي تعلاين مركا إن شاء الله تعالى يقولنا نعذر داران وحن كفر إياه وكلمته الرزان سين إياه معملها معتك أنا نائب المدير العام كمعتك مركز كإحسان فضيلة الشيخ داق أقبل محمد سوك المجلس كقهبون مدرشا نويل أهو أسود أو شخدة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من اصطفى وعلى آله ومن اقتفى. أما بعد ولا ليال مر لواد إيا مر سدحات كسر لواد معد الإحسان لإعداد العلماء وحان ربع طور قضبين عن كرده معدك انت أنا كرهن كهر وحام هذا وطن إيا إذيل كيدا يوسقنا ربي سبحانه وتعالى كيدي بوحان أمها دنا قينا علماء ذا كسوة مرتقى الشيء مداشاً إيا حفلة دان علماء ذا علماء كالوين لجوغان الله بركيه إن وما ندي مجلس منظمة الإحسان ويكو إذي ليهين هل إيا لابا كمقان إنتان ويسو عذر دالتين رسالة نسية نكسو عذر دالتين الله بركيه إن كيدي بوحان ما هاد له أعضاء هيئة التدريس معد الإحسان لإعداد العلماء علماء دي جرتي جهدك كوب حسي هاد إيه هوين مرق إيه مال حوق إيه تلق إيه تصالة وحك استبق ليه كدي وحانو ما هاد ناقينا أرديدا والد با أيقانا دالي والد سود دياري الله بركيه كاني ماشا هو إيه هيل بلوه لا ديار وها والدين تانا وانو ما هاد ناقينا كدي بأرديدا عن جعله الله بركيه سلامنا ولا ني مد إسلق هذا ني أرضي أسان أمها دنقيا حن أمها دنقيا وكله مسجد كان إدارة ديس إيوه نو تسيلي أرمى فربنا ونو تسيري ونو سهلي حقيقة حالته وحن إن لحر حركته جي حل الدنبه حن أهرية الشريف الله بركيه أنت أكدب ما هدنقا مركز الإحسان التعليمي حوله قيبة فربضاً معد الإحسان وقيبت أين أفر إن حفلة ديسة قيبت معدك مركز الإحسان التعليمي مسجد كسيسكا هكويا لدبق شنادي دبق اللي حاضر اسمها عصوية السبنك حال أساسي والله فري سنة كينا سوضع في اللوكن لواتن يكوغي بشي سيدة تاريخ شن إيا طوان أي عشران تبلودين حلقة سان الله فري معهد الإحسان لإعداد العلماء وحق أساسي ومن هذا مجلس الإحسان لإعداد العلماء وهل كان كوض موقتا الله بركي انت كذب. معهد الإحسان لإعداد العلماء دور قيبود بله سان سوهر مريي شن قيبودنا أنكوكو وقيم معهد الإحسان حفلي دي سانوفرنا قيبنا أما أن اسكوا ضدره
معد الإحسان قيبتيسة شن تمالين لدكتو يا قيبت القلب ليدها شن تمالين لدكتو يا قيبت الخميس والجمعة الوضع مالين لدكتو قيبت الشيخ زكريا الشيقي أمهاتك لتعليم الأمهات لو قلت لك لي يا تحفيظ القرآن الكريم هدي أنكو بالله وأن قرني سنحلق أنا وأنيدين شيقي عددك أرضي ذا النوعها امتحان كان كقيب قشري ضمان انت قيبات وأفر بقول لواتن يلواء أرضيوي حلق الله فرين ودريمي كرتا وسنة كيورا بشي سيدي ذا تاريخ شنية طبعا أفر تابق لواتن يلواء ذا وحيكي ليهين تحفيذك وبقول إيه اللحذن أرضي ما عد كان قيبت أرور ليدي هيدي فول كلاغو تلقالي قيبتاس وبقول صدن يا سجال أرضي وأفرستي امتحانك بقول يا أفرتم وين لك قيبت قلب لي ذاها وصدن أرضي قيبت كلا صدن يلا صدن يا أفر قيبت خميس تي جمعة قيبت الضمر كا واللحذن أنت عمرك اللي سكت وتلقريه أفر بقول لبعتني يلا أرضي ويان معد الإحسان أما مركز الإحسان التعليمي الطابق الخامس والسادس مسجد كسيس كالطبقة مسجد كسيس كقيبته قيبة السبن كعصب مركز المعهد كفاهيتان كيس هدي أن أوجد قلا معدكو علوم هذا منهج إنه دي بين بان تطبيقنا أيه قاعد نقدم فيه منهج كاس ومنهج أيه قاعد كور رمضان الله بركيه منهج رع الصبوي حلقات كي علمي جاها والله تطويرنا يوم أو كوي مساجد يا كوي لو قادين شري مالها كله إياه قيب مهارات هاين لو قدره ولي قيبت مهارات كفكر كذا وحس كلا قيبت كل علم هذا وسلا وضل هاي شم حمد عبد أمال سيسو قادي ونات هاي حرو عن خطبة إيجا قادين المرة به حرو خطبة دنا إيجا قاضية بحوثنا الصمينة يا تصنيفات نقرية حروق أسان ربنا مركوا واحد عسريسن وح محل دي جري حقيقة وضل جيح يا قرط جيح عادي هويان رنتينا سان سانتر وحيو أكتي إني يقولي سني سو الله بركة يا علماء قيبت معتك إن ما أنت أفرد إنه وقت والله دانك هلا هل صعب الدراسة بلعبتها كهر أرض جوال الروا وحين كو أكتهاي سدي ساعة يا بد markii hore waxa la yiri duhurka yeesan soo noqon markala 8 saac baa jadwalka la qoray culimada aad ugu heelan duruusta inay akhriyaan bay waxaan inta nama ka feeyse 8 saac iyo bad noogu dara markii damana waxaan laga saxiixay macallinku haduu 10 ka wado xisada u dambeysa ay tahay farahan ay qaaday xilligan rabna waa xalqa ee nidaam ma ahe 9 saac aan siideen waxaan xusuustaa arday 9 saac iyo bad la siiday دكتور رشيد مدير العام مشيقين ومقنية هاي سفر دعوديد بكون مقنية هاي ولاه وارضة ورجاس كهكود اللي عيننا أرضة وركداي وركداي مركا معلمين تاسع ما هذا له الله بركيه إن هدي أن كهال حصص كأيقاتان مالنكي وأفر حصة كليه وأنا طوال أنت أركتو أرضة فرنا الساعة السابعة صباحا مسها كوجا إلى 6 ساعة يبرد نظام أهم فردنا يا أفر ما دو كله قال وادو حلو يا قناة أفرتن دقيقة كنتن دقيقة سدينا نقانا جامعات بين صوت آخر سنة أكاديمية بين وضعنا لكن معد الإحسان وهل ساعة يبرد هل كا ساعة يبرد علماء ما شاف فردة حيلين لو صح أنا لا قدقه هل كا ساعة يبرد محيي هاي أرضى معد الإحسان ولا ويدين دانا إنه أرضي أهل لنا وأنا ربنا لكن وقتها كوان صدن دقيقة أرضي حساب على لقى على حسابي حلمه أرض عشر كيس شال الأرض جايب على لقى حسابيها هل ساعنا معلن كهالشرح عشر كيس عصب ورمرك قارك ودو حقيقة سبتها إنه ما أنت عشر أخري بري وسن أخرين هل ساعة يبربو أخرين بري ما هو أخرين يوليه بل ذاتك قارك ودو علم الله هلكم فريدة جدول كده جستيف صادر بتقول دجيسو مراك كم بان أنا كورانا مرك أفرت حسي قاتان مواد سج جود جلاسيد وكلدوينهين واللح جلاس
لغو مغا عاوي مغا عي عصب حنو نقانا قلاس 1 قلاس 2 قلاس 3 إلا أعداد ثانوي يوم التوسط يوم أساسين نقانا معد الإحسان لإعداد العلماء وأردي علم الله ديارينا السيدة مغا عكم وقتبه مركا مراحل تعليمي هان سميني وكدوان التأهيل التأسيس التمكين منهج كالو قدر السعادة التأسيس التمكين أها نقل إسوه قارير الشيخ شبيل وقراء معد كالو قدجي كيسي ويان إيا مقعياشي سي كتبتون وعيقي إن شاء الله وعيقين نقدونا نهدنا عيقي بمانكو سعنا تأهيل تأسيس تمكين داتكا وح عراوي يا إيد أركيسي وحان قدين إينا تأسيس نقضان حنا ميني قارن مربط قارن دون تانوك هذي تأهيل أنكم مقعونا والنقب بدلا معنا تأهيل أول مايا تأهيل ثاني مايا ثالث كونو كوئجي هذا العلية وحان أنا التأسيس الأول أنكم مقعونا تتقارك هذا ماشي فلينا أردها وحلقة إنا دهن وابع علماء أنا قانو حان ودي دانا إنا التأسيس النقضان علمي قوي حوبة هي العامل الزمني وقت دار بقوبة هي علماء دان حقا موضوع فلينا ويصاب باللابين إنا يوح أخرستان لهورين حريا لواتن سنين وحخرنين لواتن وحبريين لواتن كحبريين أردم بأهاين أردم بأهاين مركتي أنك تطبيقينينا أيا علماء أرديدا وقت أن ربنا إنا نسينو حلو قلت لك علي معتك صدح سنو أرديقو شهادة تعادل ثانوية إنو قاتو إجازاتنا إنو قاتو كتاب كستو الله أمي إجازية السند بالمتصلها ومؤلف كيس أبو قادنا يا وامي زكالي مركا صدح سنة مركو انت هكو قاتو لبس سنة او كدن بيسوا مرحلة التمكين ان ربنا علماء دا هالكافر دي علماء كلا انا دروس تقاتان باكو جيرا مركا ارديقو يوسن ددجي سنين علماء دا ناو ايمان دونته ان سنة كدراسي اها والله فترة بس ان لانا سنة كو حكو كوبين يهي لبية توان بلوت لبية توان كا بلوت وحان فصح نهي لبا بلوت فصح وقتن رمضان كا يتوان شوال وبل يتوان هبين شم بلاد بو أرضيكو أخرسان سقالي يتوان هبين حتى الله واتن وين ديني ما لنك لنا وحكو رميسان ربنا سقالي يتوان هبين بفستحان يهي سنة كده حديث كده من أوصان نقن رمضان كان كلوكو سيهيرين يهي حقا سنة كده دراسي كهانا وحقا منهج كا وكان شرحي وحال الربي كنتن إن لقد إجا حلقاتك هي قيبتها مهاراتك لكن أردت إن عم بيسي جيدين إيسا وقولك يا دكتور رشيد قيمينتي سحويري المدير العام لمركز الإحسان التعليمي وقولك يا تضواتنا يا شنبان مرينا وإن حيوق إيسان بولي وعدتك مهاراتك ويحل سارة نصو قيبها كلا وي وان قيبتها وعلى إني شرح الشيخ زكريا وحكتها بتي وحاجة رقيب قلب لي ذا وددوا وين أنت هنا السحابة ومركي سوى إسلاميين يقولوا وين بيسوى إسلاميين إذنك إسلامك على إذنك قلت عليه ولو أحبرته حبيب برتان صدح مادين قاتان فقه بي قاتان وفقه الشافعية صفينا هذا ورد ما هذا تعبير روي قاتان أنت أرضد قاتي قاتان نحوين إذنك أركي وحيقاتين يسيو فهنسيين وحا أغطى لقالي معاد كسي قوت سند ككواد أما سند يبرد أما اللبسانو إني أبطان مواد عربية لأن القرآن كي إلهي بفهم يقفان عربية قرنين مرتبات نقن هديك له علوم تويسي كلا دوينتا بلاغة ننكا فهمين جار الله الزمخشري مقدمة ذاك الشافكا وقيل هذا ننكا سيبو يهدو نحو ذا كيقانو حسن البسري نواعدك كيقانو ثوري يرقى فقه كيقانو كانو يهي قرآن كإلهي مفهم إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن هما علم البيان وعلم المعاني إذن أردد محرمنا إلهي إذن كي إن أي علوم تا قاران كدب من القرآن كأي كفهمان ولمت العربيه ذي كل دوان تاي قيبنا وقشري قيبنا ولبي قيب وقب قيبنا وروح نحو ذي وحنا يشيعي وقب كي كره لكن لبي وصص على هذا دجسن إن أخص النتيجة هش قيب تاع قلب ليه ذا أنا واسدع مركب حيد أن فقي
أري دهما روينا ده وحيد دهن فقه وما أخذين أرضي ذا أرورتي بتكتشو جسين سفرك الأخري 40 بعد هني نجد داعي علوم الغايات علوم الوسائل إنه كأنه مش حدا أرضي ذا كم دوينين فقه النجد داعي هاي سكو صهر التعبير قراءة أنا نقدر نحبذنا هنا لوضع بس خميس ليدنا والله بجروب جروب ونحو كراش برنامج وي أفر ساعة عدد مرة مرة قاتنا شن ساعة إن الله ترى رح نحبي كتيران كونا برنامج كي قاتان أو هذا تعبير يفقه إياه نحوها قيبتا لبضة قيبضة شريحة دنا واسعة قيبتا تحفيد كإن شاء الله حفلة ده شا عبد الله مديرك أيها أكبر يا مربو إن شاء الله إنه بالله من دونا وحبك سيدي مايو لكن قيب كلو أفر يا خير الله سيو وصو ساري أو مموين كأها أو اللحظة مريا قيبتا إجوائز تدي سيو التكريمي وحاود دنبين دونا ورواينا كشا قميشا oo u dambeyn doona iyadana ardaan takriimin doona laakiin 1 2 3 kuma takriimin doona way dhamaatay macadil ihsaan taqliid ka tag mana rabno waxaan rabnaa inaan wada kala jeexno iyadana qarta jeex kale oo aha ardayga inaan qiimeyno maalinku noo imaaday ilaa maanta qiimeyn farabadan aan ku sameeyno xuduurkiisa fasaxiisa qanaanshaha isku in uu imanaya iyo daraasadiisa مشاركتيسا آدابتيسا أخلاقي أرضيبانا إنت اللوغة يري دونا كوة كالانا دادان لكن مركي الله ترتمو ولا بد وحيالي ولا يابكا حانكو أمانا يا خميس تهدى لصوات في خميس تيكو الرئيس يعني نمان صومالي كايما ماذي نمان أدو ناكسن damaan tot haydeen ayagoo tobanaha isbalansadeen haydeen maanta inaan ajrumiga dhawayn dhamayna way qawaaciddiisa wixii sadan maanta waa khamiis aan ka faa'iideysan haydeen habeenkii marka tashanayaan haydeen waniyo aad quraacad aad xafidin way fogta ana qada aad malxal iyo aan soo noosoonka ku wanaagsan rag Soomaaliye rag baa 12 jir ah ragna ma sha Allah 20 haydeen aan soo noosoon صلاة الصبح قيبت السبن كأو هوسة أيان كويدة تكني انتي صوفوا لين مسجد كآد بان أغم هادنا قينا مركزته هاركم باي إمادين صلاة ظهر كا حتى آذان كمينة كاكعين مغرب كي تاكعين آذان كمينة كعينة إقامة دي تاكعين محان دهنا أيغو مسجد كصوفوا لي ويسرها سنية حر صلاة كما في عنام دهنا مركزتوا برقي حر تلا سواعنا علمات ويقرانا يان مركز اللو وركالي تكو مسجد كان أنا سلاد من أسوح حري كتاب من أسوح حري والديجري ولماذا وأنا كعذر دالنا يا هالديجري هنتعتق أنا هنتعتقي قيبها سككوية أنت كلنا هدي أيها كور هيوت ما يسترد أنا هذا كان إيري هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أجد بمهزنة هاي مديرك جزاه الله خيرا وقت جالس كور صن إن شاء الله تعالى كلماتك وعلمات أنا أدبي ونورور دوننا لبعض دقيقة وحنسينا يا ما مكمل دم موينك أو أفكار موينك يا جود هام بعرض هذا معك كورن كوالله حلاشة ما فاضمة تعم عرسامه سو دواتو يدا جان كلماتك وحنسينا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دماء وسلام يا علماء الرضيدة واردين تا يمرتدى كلام. بسم الله. لا إمام ما تسكال الحمد لله رب العالمين. لا إمام ما تسكال الله ما نغينا سوكا كيرين قابتن ساجد كإلهي أو إلهي كتاب بدي سنة رسولك عليه سلامة وسلام. اللي سوي يمد أو لقى شوري أو أهل صابرتي. waxa la iska waydiinayo alxamdulillah adi aad baan ilaahay u mahadinaynaa dhamaan martida ardada anagu waxaanahay maamooyinka waaweyn oo maxadka wax ka dhigta maanta waa mar seersanahay waxa way dadku wax la waydiinayaa daa waxa la waydiinaa anaga yaa waxaan aqsanna inshaallah waxa rajaynaynaa
marka dambe inaan waxna la weydiyo aan anaguna insha Allah nana dagaal wa gelin doonaa insha Allah alxamdulillah intaas ilaahay ma maandqayna iyo dhamaan martida een anagu waxaan ku ardaydan ka midnahay sharaan qaadana imlaaban qaadana oo waliba anagu waxna qorin waxna aqrinteeda badan aanu nimid haddana insha Allah inaanu wax gudbinaa rajaynayna inteeda badan insha Allah hadii Allah idmo alxamdulillah waxaan qaadanaa khulaasatu nuurul yaqiin baan qaadanaa waxaan qaadanaa xusnul muslim baan qaadanaa imlaada si fiican looga dhisaa aan wadnaa maxaayto waxaan qaadanaa safiinatu nijaax baa insha Allah inoo loo bilaaban rajaynayna haysanaa waxoogaa macalinka naga mashquulay alxamdulillah ilaahay baa mahad iska leh haddii maamooyinkana waxaan leeyahay kasoo qayb gal wax bart wax badan baa ciyaalka iyo canjalo ku mashquulay ya maamooyinka waxaan leenahay war haddii cunayna ma maqan ceelayna ma qodne waa la inagu wiirsanaya rag waxay leeyihiin duur waxba ma yaqaanaan marka insha Allah hadda waxaan rajaynaynaa mar dubar badan oo noo soo bixeen insha Allah inaan rag ka hoos bixi doonaa rajaynaynaa insha Allah waxaan rabnaa marka insha Allah macallimiintu way noo dadaalaan chance kuun baa marmar naga yaraada macallimiinta aad bay noogu dadan khayr Allah siiya laakiin macallimiinta inta badan calaal baan macallimiin gaar maanu lihin alaal waxa dadka waaweyn oo Soomaaliga yaqna way yaqaana alaal waxa la dhahaa reer Badu markay dhansanayaan han yar oo reer lagu rartaa dadka jirgaan baa lagu rartaa waga hor aagaan yar baa lagu rarin jiray marka macallimiinta qaar baan alaalkana ay noqotoos u haysan in ma aragtay macallimiinta sana helo lagan ilaahay waxa nagu wadiisan inuu nagu sugo waxbarashada iyo khayrka kuu ka faa'iideen ilaahay naga dhigo aad baan ugu ducaynaynaa dadka markaska noo furay khayr badan Allah si jisa kala wal khayran baan leenahay dad badan oo maxaanu ahayn iska maaragtay ciyaalku ma ku mashquul ciyaalki marka qeyb baan rajaynayna maamooyinka waa ku celinaya maamooyinow waxa la barto aynu maaragtay horumar gaarno insha Allah doonno la hayaan iska dhigno nafta la isgaliyo masha Allah wallahi anagu hiddiilo fiican baan yeelana kala inteeda hada glass meesha wax ka dhigata oo glassyadeeda intaas wareysano marka qeyb baan rajaynayna hana loo soo duceeyana insha Allah assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh khair laaksiyo ama faaduma aad iyo aad mahadsantahay kelimaadka culimada ayaan ugu gudbi doonaa insha Allah taala aad iyo aad bay u mahadsanyihiin dhamaan intaas oo dhan anaga ayaa isku koobnay ama ardayna noqoto ama la noqoto ama laakiin bald martida aan hageeda u jeesto waqtigana insha Allah taala waan soo ururin doonaa waxa bilaabi doona aan kelmadda koowaad siinaya saaxiib doktor Adam Sheikh Cali Saliix ku soo dhawaa doktor Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alhamdulillaahi Rabbil Aalamiin wal 'aaqibatu lil muttaqiin wa laa 'udwaana illaa 'alal zaalimiin wa sallallahu wa sallama wa baraka 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala aalihi wa sahbihi ajma'iin Allahumma lakal hamdu kama tuhibbu wa tardha mahadas ilaahi kadib hafladan maanta oo ilaahi nagu karaameeyay inaan goob joog ka ahanno wa hafladdi iyo xeeradi iyo maa'idadi lagu soo bandhigayay dhalka nabigeena sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Abu Hurayra ayaa suuqa inta istaagay dadka u yeero yiri waru halka lagu qaybinaya dhalka nabigeena sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ee ahlu suuqa u imaado wala soo yaacay dadka aad bay u rabaan dhal maal inay helaan meeshii hadii la imaado ahadiith iyo quraan iyo xalaqaad cilmi unba ka shaqeyni dibba loo noqday marka alculamaa warathatu alanbiyaa marka halkan maanta aan goob joog ka nahay dhalkaas nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxa la dhacay wax uu qiim badan ah ardaydii soo qaadatay in ay wax soo bandhigaan oon anagana goob joog ka ahano waa ilaahay nicamta waweyn oo aad ku weyn oo runtii aan la koobi karin mahadeeda oo ilaahay nasi alxamdulillah waxaan u mahadnaqayaa intaas mahadda alle kadib maamulka iyo macallimiinta iyo muassisiinta markaz al-ihsaan al-ta'liimi
وحان اسلايا هاي ان اي وح نوعا بلوضان ومعهد مانتا ادو الهي قدر سبحانه وتعالى سان الهي كبر يينو افريك هذا بري مركي لقى الرئيبة صوماليا النقد النور هي افتين هي علمي هي دحالكي ضب دحاد النقد النبي صلى الله عليه وسلم انو هل كان كبل لوضة وإلهي فضلقيس نصيب كان اوية مركز ابو بكر الصديق الاسلامي ودعوة امد الصوماليات وليبا كتابك سنة كوكوة على فهم سلف الأمة سلقة مددير وصدن سنة كبضن اوها نور كماشو كبحي إن معد كان من تدويج لوغرد إغا دسميه سي وجهي كواد مركورد ما يسترمي إن معد كان لوغرد إغا كوفيت أما باللوغرد إغا تاج ووحر انت آدوين ما هداس داتكاس أنشاقي يعني نقيا وعلنا بعد الله تبارك وتعالى سيدوك الأرضي دي وحا قيمها بضن ودار كيسان علمي غا نوصو بانكتاي يوالدين تكدم بيسي هي حضورك دمان بقات بيوم هاد سنيهين ما هذا سكذب كل ليبا علماء بضن وشيخنا الشيخ محمد وكم يديها يا كل هل دونا أنا جا وحن لي أرضي ذا هل كلمة أولي أرضيي نعم ذا ما أنت أذه شين علماء ذا هل كان فدي وشيخنا الشيخ أمل وأوين يهي سيدا طلبت ماين هلين فرصدنا عنا وصائص ذو السهرة وعلم سافئة والنوع والبلا وحكم غن أين يجرين وإنفيرمنت أما بيئة آد إي آد قبو أون أوسنجرين قيمة بضن مسجد جوجلن فصلى في أي بيئة أما بحير سرى تيسر له معلمين أقونت هذا يأدو سرريزه أولي وقرشة وحلقي يا با شيخنا شمحاود أمل إن ما أنت فرصدنا عن هو قرشيسا أو أنت لقب الله با تأهيل أول أما بالتمهيد أول لقب الله با أما التقوية لقب الله با إلى تمكين للجارو ووحل بالله قرشي إنو سنهلين فرصد أوسن شيخ أمل هلين أي الله ما أنت دينسي سبحانه وتعالى مارك فرصد داس كفائده يستو وحقيقة ويا أرنت أيضا عد هالشي فرصد نوع عنه صوماليا أدب ويرت مركا فرصد أصيادة كفا إذيستو انت سانو بحيا أرضي ذا كلمة ذا أن لي وحيا أد برطانك وعمل فلا وأخلاق دعو لماذا ياشا قضب كلابات والدين ده وحانو ليه ونكمي دهانيه سكول لسو أرك مدرسوين عادي أهو معايد أهنا لسو أرك علمي وحون نقضي علم الحلقات انتي يا ريت وكاد النينة واتي هذا الشيخ ديق وشيق أيو دنك لقد قرآنك يكو هذا الكيدي إيو جيسين ما ذي ودار كيسين وحال كان كدعاي وحان السيري محلق امرو القيسات جوكتا ميسي حلق طرفات جوكتا ميسي زهير حلق ايات جوكتا حقيقة مركو ننكاس دوب كوين الله بارك ايو هل كاس وكاسو بحي قرح كاسو بحا قيت هل كان الرقب حوها سيدا سوكلا شعرذي عمال قضاءها ايا رنتي مركي بإيسا ورمي وان فاهمي كرتان مركا فرصد داس يضع المهن وفا إذيو ما أنت قفك قضي ورنتي قضي وقفك معهد الإحسان كقضي إيا النعمة دان أو فرصد دانا هاي ستيدة ربطه هل لقفا إذي استوالي ذو لحالت ربطه وعانو قدين تلاهي كوبرتي متك سكو لو محوها وحبرشدان ما ديك كوبرتي وكفي لكفوغ لكن كمال اسكوه با ستيدة ربطه انت سوالد كان أولي هاي وحنكو قبقبين يا ما ملقي معلمين في مركز الإحسان التعليمي ورنمية وعادية ليس ما لبادنا الدنسيسين ورنتي أين عادي أهين قدر هنوص ونقنين هوري أسعد هوشان أد باللوذين إن الشات كان أد باللوذين وقال لقود دير سدي
ولو قدو قوبي ورنتي آدي آدان وفرحني ورهري أصعد ومعاهد كلا وقبلك كجرة هركع النغضة وميل وحاول الله صحي ريست وحتى معاهد إيدتك ما ملائية معلمين تأيو صحي ريستان كاليقها لكان سيدة نوب أو باللوذين وسيدة أيضا انت سياني اللي أولي هاي ما ملكي معلمين تا الدنيا خرب الله هنا ليبانو قد بدو مهسنتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا دكتور عادي هاد وضمها تسنتهي إلهي سبحانه وتعالى كعب المرية قلوة البنى توجيها للسيين إن شاء الله تعالى إيو هذا الكي انتي سأي قادم تونتا كل أنا وأفكم على بنتي أمولك هذا يدي أربانونا إن شاء الله تعالى دلال كان سيودنا إيو كلينا انتي دلال هاد بنا بمع البنتي بحينيين ساكن سلاح سابينا أسبوع عودن بي قبل أول صفتي دي إلى مانت مع البنتي وحي قلبنا سديت ساعوها بينه فجرنا ويزوق لين تقريبا بقول ساعدود وين دافي وحي ساحدين وحان دوريتهم ساعدود دمين لو ساعدود صدح ساعدود أقار انتي دادالك الكيسة لك سيود الدونة إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى هو قردقو أنه قردقو سا أنك يسنو شر إيابالا نكهلنو عقصو دمين يا فضيل الشيخ عبد القادر قوبي سيو كلمة دي سا ويداهو جزاه الله خيرا عقصو دو شيخنا الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين إلهي باب مهضلة سبحانه وتعالى إنه قل نعميي نعموي تربضا وإن ننسوكو بكرين إنتي اللي سليق أني فضلك علمك إيو علمذا إيو وحانو ديني مشايخ ذا إيو علمذا كالي ترضى بذن بانو ديني لكن واحد ربادتك فرين تيدو قاري سوئية انت يهور فرديبا انا دنك لك لهذا الله مركز كاني مربو رياءها واحد نقاش رقاني دن هور فردي اي كان نقاش ايان ايوها او افكا انشوغن مركز لغا هذا ليو أساسيات التعليم وين مركز هوري لو دياريا مكان كي يبوسكي قفكو او وحكو بران لها والدين دياريي مكان يبوس قيمي بدن باليدين دياري منهج كي باليدين دياري أساتيدة دي منهج كاس كتر شوميسي إذن بريسي كيفية دقوق قيمة هبضا أدوحكو فهمي كرتان إذن كسو قدبين لحيد باب توفيق من الله ليدين دياري وقتك يزمنك أدوح بران لحيدين يوح برشدي نيو تشد وليسن والدين دياري ماها حيلت يحوق وتوفيق حق إلهي سبحانه وتعالى كأهات توفيق ذا مركل لقى ورمي رجع التوفيق ونادر قرآن كصدح ميلوت كليو كصوارور وما توفيقي إلا بالله أي الله ذاك اللي يشجعي يوفق الله بينهما إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أرضيك توفيق ذا إلهي وافتيي فوق هذه النشافعية ذو حي لهذين وأرضيك أفر شيء لك حلو أفر تعميل كقرط شدة العناية دذال أدق إن قفك لقيه له شيء قال بعد نوحوي استواء الطبيعة أرض يقولوا أخلاق لي إنه أقل ما إن وحلا برو وحنا أوبرتو شيء قال صديح أدو حليها الذكاء الغريحة فهن أن عادي أهين إنه ليه
كأفرادنا إلهي وايدين سيه ومعلم ذو نصيحة معلم ذا عدوة ودبتاقن وربائن وحفهن سيه ووقت كهرين وحا إلهي مهدي سمجتمع الصومالية دي انت يهور فرد يا قدال انت يقدعون دون تمع انقارسين يا شن بلود بو فرن يهي دادك عذر كيسين نما ديشك يتصالها يا انت كلاعان ليدنس ان حفلات لقبته ايقو ديار ما هينا نقاكو قصب مهي لما ديارين حلوية قاني معاهدة أرضي إن لصو دياريو أو حلصو قيبسيو كيد اسميك واحد ما انت نواكوا هورتي نكسو بندقاي وحايدين مقدا رقا معلمين تا ديق إيو حمزة إيو هديرة شي عبد الحليم إيو سكرية إيو شي عبد الله إيو دكتور رشيد إيو يا انت كلا دكاترة دا إيقام مقامبا وحي نجم الطيستان من أحسن إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى رأيتموه أن قد كافأتموه أهدافت الله أساسي وبلشد قيبه إذا كالدوان أردن مركز كانيني كفايدست شرائح الأمة هذي دالي يرد تهي يهدي عرورت تهي يهدي هويوين كتهي يا هذي معلمين تقرأن كتاعي قسم القراءات بعسكان النهار سن أن كوي ديلنا إن شاء الله تعالى إلهي وحنكر تشينينا عمل كان إنه مد خالصا وقديقه نتيجة يجول كي هدف كأن هيك سن إننا إلهي ونقول قوليو وجزاكم الله خيرا إلهي سبحانه وتعالى شيخ كابال مريو هذا لذا قلبك تابتي او ينوسو تيديي رنتي آد كان ووسو كوبي وقتك قابن مركا صدح لي كلمة دو دمليون باينو هاري وحن كسو دويني يا فضل الشيخ علي أسامة سو كلمة دي زويدة فضل الشيخ الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي ما هلا سبحانه وتعالى ما هدا إلهي كذب معلمينتي رونتي هبين يما دلالك إيو ليرجلين تأرددا إيو وحبرست أرددا يعني وقتك بدن كبحيي وحلينا إلهي ميزانك إن حسناتك الله يدين سارو أرددي لغشك أي قاركود همدو ذا أي قارسي سي إن أي كتبتي إن أي هل مالن كم راجعيان كتبتي اللقاء وقهري أجروميقا إنت إسكوب اللنصدان إنت إن أي صومان مركارة هل فردي أي كود مايان كتبتي يوغو مراجعينا يرونتي واهمت وايضاً أن لا أرقواه وحا سنة وحيكو إيماني سا مركا عملكو يهي عمل إخلاص runti waxyaabaha soo kala ka soo baxaya waxa ka dhalanaya amal kaanad indhihiina ku arkaysaan in ardadi sida walaalihii ugu horeeyay ay sheegeen muddo kooban oo aan sanad bagaarin inay quraankii 114kii iyagoo aanan soo diyaarin sida ay sheegeen wadaadadii noor fadhiya ma hadda hadlay in i'raabkii quraanka marba baal intuu macallinkii u dhigaayay rogo kitabka isku qabto يو ماشي نصيب أصو بحضو ويدين ايا يعني ورنتي ودادال آدو حيوك بدان واي إلهي سبحانه وتعالى فضل جيسين كوتمي أرنتاني وحانا ربي كرر جينينا إنهي ماذا يو اتشددا مشروعا لغالي يها إنو إله يرقليو آمين دهايا وحو فضلغان كي كوري حفلتان تي كوري سي شاكو او يدعانو مجوغين لكي واد داوضي شاكو وحويدة أرددان حد دالار كيسين حدية أي مددو لغو تلقالي شانتا سنو شانتا سنو ماهين حدية دمميان
waxay ka mustawa sarreyn doonaan ardayga dhiktooraha wata. Dhiktooraha Soomaatiqaani waa BHD waay. Waa culuumta la barto noocay doonta shariicada haddaan idhaahno waa shahaado la qaatatan ugu dambaysa waay. Ninkaasay ka mustawa sarreyn doonaan ardadaasi maxaa yeelay arintaasi inay xaqiiq dhaba tahay waxaa idin tusaaya in 414 kitaabka inta gacanta loo geliyo la yidhaahdo aayaddii kuu soo baxda bad yacni naxwaha iyo luqadda carabiga san ognahay qur'aanku waa qur'aanan carabiyan waay waa luqaddu ku soo degay ilaahay subxaanahu watacaala uu ku soo dejiy inna anzalnaahu qur'aanan carabiyan hadduusan qofka marka luqaddii carabiga asalkeedii hadduusan fahamsanayn diinta weligii ma fahmayo lidaalikay waxay aasaas looga dhigay manhajka in ardayda horta loogu bilaabo diinta fure waxaawa qofku guriga ma geli karo hadduusan irida galo fure uusan wadanin furihii waxaa la yidhaho ta haloo sugo markaasad indhihiina ku arkayseen 414 qur-aanka in aayad kasta icraabayaan waa ilaahay fadligiisu waay manhajka markii la dejinayay rag baa loo saaray habeen iyo maalin u fadhiyey culummadeenna macruufkaa ka mida markaasaa funuuntii shariicada oo dhan waxaad ka aragteen hadda iyagoo ku gebiyaaya ashcaartii iyo gabayadii luqadda laga faa'iidaysan jiray adabkii iyo balaaqadii iyo sarfigii iyo waxaasoo dhan waa loo fakaray rag runtii khibrad u leh culuumtii shariicada iyo xalaqaadkii aan naqiino sheekha iyo sheekh maxamuud shibli iyo culummadeennaanoo dhan inta loo fakaray baa waxaa la yidhi ciyaalkan 5 sano waa in ay cil waa inuu sheekh walba marka kasoo bilow 40 kitaabka xadiis iyo ka labaad iyo shan juus iyo 10 juus maaha waxaa la yidhi birabinaas ilaa iyo baqaraha loo geeyo tafsiirka 414 waa inay sidaa ku iyagu waa inay akhriyi karaan fanni kasta oo funuunta shariicada ka mid a sad arkayseen manhajku ugu jira aniga marka soo goobo ardada arkayseen waxaa ku jiray inaa sheekh maxamed umal baa ku jiray annagaa iska bilownay sheekh faarax jeeni haar oo bidixeeda fadhiya ciyaalkiisi intuu iskuula ka soo saaray buu halkan keenay waxaan aan idiin sheegayno ma akhiyaalihi waxaanu annagu aragnay oo sheekhu noogu horeeya waa doctor aadan iyo sheekh cabduqaadiri marka hawshan waa hawl aanu annaga ciyaalkeenni intaanu iskuullada kala soo baxnay hawshan ugu talagalnay waay oo aan mujtamaca iyo bulshaduna tusno inay ka faa'iidaystaan waxay ku jireen kuwii halkaa fadhiyey laba arday oo iskuulka markay soo dhammeen ilmo sheekh ilmo cali ah ayaa waxay heleen waa laba gabdhooda aniga dhaloo mataano hadda ku jiray oo kuwii halkaa fadhiyey qaarkood ka mid ahaayeen waxay heleen weli maadada midisinka la dhaho ama dhakhtarnimada oo weliba fii ah bay waxay ka heleen jaamacad ku taalla suudaan waxaanu ka fadilnay inay tan bartaan tana adduun iyo aakhiraba anfacaysa tiibaa ilaahay qalbigooda ku hagay markaasi hadda baanaad sucaada ashcaartii jaahiligii hadda akhrin iyo gabayadii bay haddaad hortiinay iyo ka akhrinayeen qaar ka mida waxaan ula jeedlaa hawshan ma aha hawl male awaala hawl waxa weeyaan aanu ubadkeennii ku diyaarinayno iyo bulshada caruurtoodiiba inay marka ka faa'iidaystaan waalidiintu oo dhibaatadan taagan habeen iyo maalinkii oo dhan caruurta iskuul ku maqan yihiin cunugyaad 12 sano daba joogtay waxaa markuu iskuulka soo dhammeeyo markaasu kusoo fariisanayaa yacni markaasad salaadii iyo asaasiyaadkii oo islaamka iyo dee diintuba ay gundhiga u ahayd islaamnimada baad ku dagaalamaysaa war ma tukatay salaadii waroodo masaajidka dadka waa tukanaya aad halkaasay maray ka maraysaa 12 sanana maxaa lacaga maxaa waqti ah maxaa dadaalo waalidka uu bixiyey yaan la daba taagnayn arrintii marka ilaahay fadligiis hawshii waxay noqotay asalkii haloo soo laabto ciyaalkeenna waxay ku badbaadi karaan sidaa iyo inaynu ula dadaalno oo aynu diinta kula dadaalno wa jazaakum allahu khayr
جزاك الله خيرا شيخنا أدياد بدو مهتسنتاي رنتي كلمات هذو قيمة بدن بعد سوتشي ديسي تلا ده زودن بيسياد بحسينا رنتي كم يسيجين أنا قبله من تيميل قمن لها يعني هل كان علمي كبرت طلعون معها نبي على قرش يجي أنت ويل كيس ود رأي مرايكن وحصابر تاي مركو صار نقضي بيراب محاط صابرت فلسفة ده واحد اللي رهان صابر تيبون فلسفة ده واحد حي دقيقة جاي نهري يلا أما تشكن جاي نهري يلا سو هل حبا معها وحنقو كان عين كراويدن ولا بحبيه سو ما نادو كان عين كرت هل كاسا لا بحبها حبدي يوضيق وانتو لسه تشتبي وحبتك كلا تقولون مركا أنتي تعسكو كده على هيد قبلها هينات كتشو تشسي ما تلاح مين أنت أصلاً حوالين نشاط بعدي كده جي أدو ما هتنتين وحنكسر وين يا شيخ فارح جاني هار سو كلمة تسوي له هل كلمهم بمكانه هاد إن شاء الله شيخنا سوده بسم الله الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بعد كنتي أنت مهم كهذا والله يروح والله يمهم بين وحي لرون له والله يريد مهدنقي كل والله قبع علماء حربا كلمة يار إنا نراه ده قصير نوي ده كشيء كينا يا يو لقيا ونجي قصاب سنتهاي كلمة وحرورنا يا لن يرضى أما أرضي ذا أو مشايخ ذا دين تين وبرنا يسه كلمة ده سوى حوية نشاعرة وحيرة إذا كانت النفس كرام تعبت في مرامها الأجسام نفط هدي هم وين لا ضهاي نفط وداليسة مسيحنا يسه ميل وين باتك سنة يسانو وحربا رحر الربعين نقطة علماء مستقبلك مركب هول بضم بعد دين تاله تاو هذا من جد وجد ومن زرع حسد من طلب العلا سهر الليالي قفك ميل سر روين وقارو هبين كسوجي هذا مركا إن شاء الله وتدي واضح يسان لكن هول هول فين بعدين تعالى الدلالة والدين تنو حلا يا هاي هنتي أدب ونسي بدني يا والد كلمي سهل كان كياني فرصتنا كفى استي ما ركت أنت كلنا إنه وي رو ما ركت كدر الله بهين قصة ده وحنا روين هذا كشيء واحد هاي ننشي خاوف يري وحنا ركيب يانو وقت الجوعة الدلالة يا أنت دعوتك سود حجري صد السنة وحكة بدل ما دعوة سو ودي عروتي دي قرب جامعة جاري إسكولادهم بايقاتي بير وحنا ركيب يانو يعني جو هل يعني جو شيخ وسنجد ضمين وحنا السري بير ما أنت هذا دمته ما دم حد قلت جيسه وحنا السري بير الله لسنا تلمعها بل هل مذا عروتك كفر كفر أضيقه موريتانيا لا هذا مركز تكوين العلماء يبل ميلها لا أضمن السري بير هذا نوحنا السري موريتانيا بل سومالي يميلها سامحنا هذه ورئيس تيور ميل عن دين تلقو برتو المكحور يمل هليا معاهد حمراء على أي شيء وغيّة على أي شيء الحب حبا على أي شيء شيء كبير ميل قاركود أنا قاعد أنت كون فكر يقول عنو قاعد كحيز مركو قرآن كده ميجي وبل ميلها سمعاهد داس دين تلقو براني سومالي أو مركز تقول لا أدد أيه وحال أي شيء كبير إلا فوري معهد تكوين معهد الإحسان لتكوين العلماء أيه الله فوري بي عنو قيمان الله سوردي ماشان أن كاري بي إلهي بام حسن بوليه مركو أمنيات كي أن كون فكر يقول أنا مروتاني هو آدو أما أن سومالي هو آدو انت كهلي بير نكاسي مركه و بير حدو بير مارتي الله يكون ما هدينيا ما دام ان سلاي هلكا عرب ما وحنا سير بير بل كاسي دينتا كو برتو هكا دمي انت كلا و بير اسكول با اي قاتاي بير تا وحنا وجيدينيا والدك والدينتا وجيدينيا وحنا لي والدو ان قف والبا وخ كتق امده وخ اوغ تق لبا صدح هل قبل ويلل دد علماء دينتا بريها كا هرين امدنا وخ اوغ تو انو وين تغينا لا شك لكن أنا كتجنو ما أنت ما أنت أنا روحان إلهي بام حسن مركان أرضي هل أركي وروحان رجع أركيز شيخهم اللي يربى وصوص عضو مركان رجع أركي ما شاء الله تبارك الله إلهي بام حسن مركان تمشى عن خير باكسو صعدة علماء مستقبل باكسو صعدة إلهي معلمين تنا هبركيو أيقنا هبركيو والدين تلدى داشنا هبركيو مركز كان الله هبركيو إن عن ديري مر أبو هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه جزاكم الله خير جزاك الله خير شيخنا آدياد بعد ما حدثنتهي وحنك عدور دارنا إنا وقتقو كوبان إيو دادك مرتداه وبادان إنان وقت اللوهي لكارين دمانتين إني وضا هادلنو مركا علماء دا آن هادلين علماء دا كلاو هادا الشي واللو يري انتا يوران لهايا إن شاء الله تعالى وحنك عدور دارنا إنا شيخ بشير إيو شمحان دواي إيو علماء بادان بايج أنو تهدا إيش عبدالله قرانا إيو علماء كالي مركا رالي حنقا هادان وحينا صحيح دونا كلمة دودان بيسيك بكبادة مناسبة عن سين دونا فضيلة الشيخ الوالد شيخ محمد عبد أمل كلمة دي سين ويداهو كدبنا جوايستين وقايبين دونا أساسان المناسبة كحيران دونا
بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. أولا وآخرا إلهي وهرت ما تسك الله تبارك وتعالى نعموي قيسة التي ركوبي كان يكمي تهي أوشنا نفردينه هي حفلة هي تصالياسها أرددا معتك وحكو بارتاي على صوبان لغي إلهي غين وفتشي نعم كيسا يكمي تهي هي نمهد علينا بعد ذلك وحمضا إلا مهد علي من باب من لا يشكر الناس لا يشكر الله هوشنا نركي نو ركي كسو شقي هدي تهي مامولك هدي تهي معلمين تا هدي تهي منهجك إيو ركي دشيي دادالك بحيي إلهي وحان لنا هاي ميزانك حسناتك هو سارو هنا بركيو ضدك ولا عليه كسوق يبقى حفلة دنا وما سيهين علماء يو رجيو دمر بق لن يربى الله يدين بركيو رنتي فرح ذو وين بيجيت هاي أنا جا شخصيا أد بانو فرح سنة حفلة دنا إنه إلهي عمري جا يقص سمي إنا كسوق قيب قلنا إلهي تبارك وتعالى بنقوم هذا علينا يا محيي البرنامج كان مركي عن بالله بيني وعن كف كريني إنه صور تجلي هاي ونوم وقتي لكن إنه سيدا أسود دق دقيه مليهس رنتي كم تشرين تصور كنا كم أين تشرين حفلة قابك لورد جاي وكدو وان قابوك حفلته أن تجي تشري معاهدة أما قوبها تعليم تديني قاعي قبسان شرين حفلتك دوان واي سيدا وقوب الله بي الأخ زكريا ذاه الله خيرا عادة نوحان أركي تشريني حفلتها تصالي ياشا لصوبان ديغيو أردوح لصو حفدسيي وأسبوع لبا أسبوع بيلا قاسو الشقيي انتي لصو حفدسيي نتاتك صوهر ديغا oo horkeena taas oo runtii aan ka turjumaynin ardayga iyo aqoontiisa iyo wixii la baray kama turjumeys laakiin wuxuu ga yaro la xifdisiyay oo dadka in la tusaa ayay ka turjumaysa tarisa waxay ka duwa kaga duwanayd ardayga wixii la soo baray oo toos ah ayaa la waydiinay jawaabtiisuna waxay ka turjumaysay fahamkiisa iyo sidoo wax u bartay arinta asirunti wax weey waarin mudan dayasho mudan waay taw qodob waad baa walaal uga maad celinayna talabaadi wax weey sidoo sheegay sheekh deeq mudirka macadka manhajkan waa manhaj isasaaran qaabkii hore cilmi lagu soo baran jiray ilaa waqtigi salafka soomaaliduna gaar ahaan ku soo aflaxday culimadeena aan ka soo gaarnay oo ah in culuumta diiniga loo fadhiisto fanni loo qaato fanni walbana laga salgaado kitaabkiisa ugu hooseeya laga bilaabo ilaa ka koreeyo silsilada lagu dhameeyo qaabkaasi xalaqaad baa la yidhaahdaa masaajida asal waa idoo lagu baran jiray waana cilmiga asalka ah qaabka lagu qaato waa qaabkaasi ceeb buu lahaa ceebtiisu waxay ahayd sheekha kasoo baxay maadaama uu diinta ku bartay culumta diinta turjumo ku bartay laqmo ku bartay oo muxuu ahaay Soomaaliga loogu laqmaynayo uu ku bartay waxa adkaan jirtay luqadii inuu isticmaalo oo qoraalku isticmaalo oo baxdi iyo baarid kutubta uu baaro ku isticmaalo oo ku hadal iyo khutba lagu jeediyo uu ku isticmaalo luqadii isticmaalkeedii luqadda carabiga ahayd isticmaalkeedii baa ku adkaa ninka sheekhi xalqadu soo saartay tii iyada ahayd marka iyadana si tafaadi looga sameeyo loo kabo ayaa waxaan marka soo saarnay barnaamijka in laysa saaro oo dhinacna xalqaadkii culuumta laga dhigo isla markaana ay garab socoto ardayga in la baro maharaadka luqadda carabiga sidoo u cabiri lahaa sidoo ugu hadli lahaa sidoo u qori lahaa sidoo ugu baari lahaa sidoo ugu khutbayn lahaa
ee labada manhaj oo marka isa saaran waa mawaadisa iyo jadwalka ardayga wax lagu barayna sidaas ay ka kooban yihiin hadhu waxa la rabaa ardayga soo baxay inuu labada dhinacba ka dhisan yahay oo isu dheelitiray waxa barnaamijka runtii marka manhajkiisa la dejiyay ayaa ilaahay wuxuu ina waafajiyay inaanu helay rag macallimiin ah oo ka mid dhaliyay manhajkii maamul tayeysan iyo macallimiin tayeysan oo tayo leh oo runtii midhaha maanta aan arkayno soo saaray idaarada caamka ah uu oday ka yahay muxuu ahaa doctor rashiid hortiina uu ka ahaa doctor xeefo oo labaduba rag PhD xambaarsan weeyey macadka gooni ahaan oo uu hadda mudiir ka yahay sheekh deeq ilaahay tabaaraka tacaala hawada barakeeyo iyo tiimkiisa daaqimka la shaqeeyo macallimiinta iyo asaatidada la shaqeeya runtii midha waxay soo saareen aad iyo aad iyo aad aan ugu faraxnay oo laabtanada runtii farax badan geliyey anigana runtii aan aad ba ula cajabayba muddadu say u gaaban tahay iyo haddana meesha ay ardadu soo gaadheen way isu kay qaban weyday xoogaa culimada kalena inay la qaban waa u malaynaya leanno anaga qaabkan wax ku soo baranay ama markaanu meelahan oo kale maraynay muddo dheer bay nagu qaadatay haddaan mithaal masalan idin siiyo ajruubiga aniga waxaa ii bilaabay wadaad sheekh daahir la dhihi jiray oo sheekhii xerta haystay ardadii markaa ardadiisa ahaa ninkii ugu roonaa oo ardada markaas soo biirta iyo xerta soo biirtay cusub ayaa isaga la dhihi jiray kitaabka u bilow marka ajruumigu ii bilaabay ilaahay amarkii malaha wadaadkeeni isaga laftiisama ajruumiga fahansanayn ajruumigu markuu ii bilaabay wuxuu igu yidhi oo iga bilaabay alkalaamu lafdun mufiidun murakkabun bilwadci wuu ilaqmaynayaa marka wuxuu yidhi alkalaamu kalaamki lafdun lafdi wey mufradun mufrad wey mufiidun bilwadci wardi maxaa laga wadaa wixii unbuu carabigii unbuu soomaali ahaan iga dhigay waxaan ku yidhi bal waxba kama fahmine maxaa laga wadaa wuxuu yidhi saas unbay bahashu tahay duuduubkaa ku qaado ka waran haddii ajruubiga bilowgiisa ilaa dhammaadkiisa anoon hal xarafa ka fahmin ayaa la ii dhameeyey asagii markuu ii dhameeyo xabad ka garan waayey ayaa waxaa haddana mar kale ii bilaabay nin la dhihi jiray muxuu ahay ow jaamac aan dhihi jirno hadda nool muxuu ahay oo bari jooga oo ustaad jaamacadeeda baa ii bilaabay ninkaasaa i fahansiiyey mudday igu qaatay marka ajruubigan raggii akhristay ay qur-aanka weliba mayna dhammaystirin raggii ajruubiga marfuucaadka maray qoladii galabley miy ahay oo haddana muxuu ahay intay gaadheen haddana ciraab ahay annaga horta dhibkaasaa naga soo maray heer waxaanu gaadhnay marka qaarkoo aan sinahna xernimadoo maysaga tagtaaba ajruubi degtii ma uga tagtaa marka runtii waxa weeye waa wax haddii uu nalooga sheekayn lahaa isleenahay muxuu ahaayey maana rumaysanayn waxaa kaloo iyadana cajiib ah oo aada iyadana ii cajab geliyey naxwada inta badan waxaan ku qaadan jirnay annaga nadari baan ku qaadan jirnay qawaacid ahaan baan u qaadan jirnay mathalan muxuu ahaayey faaciilku waa marfuuc mafcuulku waa mansuub mafaaciishu intaasay u kala baxdaa wahaa kada mubtaduhu waa marfuuc khabarku waa kada saasaan ugu qaadan jirnay laakiin ardayga marka ugu horreysa qawaacidka la barayaba in tatbiiq la baro oo qur-aankii lagu tatbiiqiyo qur-aankii ya annaga matalan tusaaleesan la siin jiray jaa-a zaydun nalama dhaafin jiray iyo daraba muxuu ahaa daraban camrun bakran ama zaydun camran laakiin inna la dedejiyo hoosna loo dejiyo oo qur-aankii iyo xadiiskii iyo icraabta la geliyo arrin maqan bay ahay zaydka unbaa uun hortaagnaa un zaydun 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 ilaa waa waxaa jiray annagoo masaajidka ku akhrisanaynaa naxwada
سنين نين أضيء هو دقه أو تدوات نشر أبدل بالديشر أيا صف كورة فردين شر أيه كتابك إسكفري سنشر منا فهمه لكن أضيء مش في سقور ديا ورد أجهزته مركا وحأودكتي سكبلتي ضرب زيد عمرا ضرب زيد بكرا ضرب زيد زيد أم بوح قراعيون زيد با عمر قراعي زيد با بكر قراعي زيد با دتك إبر كدق أستغى بركو حليه ليك الأضيقة والزيد كان إنكار تقوي هبارك قوى أولني والبلق ده هي دي لها يمحوها مالك دنبور شيخي مثال كي قديو وحولي ضرب عمر زيدا أضيقة نوافر ليها عمر با وحو قراعي زيد قراعي مركز وحولي علي لهي ما انت ويلكي زيدها هورتا إلا قراعوا استهي لابولي ويلكي زيدها ورق قراعي شري ما انت هورتا هلا قراعوا واستهي لها مركا يعني وحوي وحن كوضا علوم تاني سيدة يدب هدان لتطبيقنين ان تطبيق لقلنين وميشي لوغو تلقل هدانا لوغو تطبيقنين وقران كي السنة دي ان لو استعمالين وميشي لوغو تلقليه أرد يقول نحودي وآخر السنة يا لكن كربو شوقي تصالح الدليل هذا وحوش شوقي ياون زيد يا عمر بس شوقي أنت هالسنة رنتي تطبيق هسي عجائب كأ أسقون وعليام وولي أسقون أرد يجي أجرومي قبل ما يسنين إنه رنتي وحوي وتطبيق نحوده وكنت تطبيقنا يا قرآن كي وأرنتي وحوي أيضا آدي آد مهم وحموه مرنتي وآدي آد عجيب أردد وأنا منهج كلا ديشي أرديقا إن أساس لوغا ديغو والمركور نحوذ إن لفانسيو لأن نحوذ يعلوم تسيع علماء الشيء وفره هواي هدان أهل السينين إن وحوفه ماي وأدكته مركا إلهي فضلقي سيدي برنامجك لوغو تلقلي وحلو ديشي قرشوه أها سيكا في عمبا موغتا وحان الرجين نبي الله تبارك وتعالى مدكوبان إني أرددهاسي أما رقاسي أما قبلهاسي أي نتيجة في عن كسو بحضون بإذن الله تبارك وتعالى وأرن موقتوه وحايا لي كو أغوه الرئي ورقا دا أغوه الرئي قبله يويلشي أغوه الرئي أيا هادا وحي مريان كواكب كي مريان صوما كواكب كي مريان نحو ذلك هذا أصول فيقي كنا كتابك أغوه الرئي وما بالله وما دمانين كواكب كلفتي سو عمر دمانين وحما اسيلان هذا مع ذلك الهي تبارك وتعالى سيده يخنتي اي وحو كلا دغدغيين انغا با هدا دين لا ويديا انو ملينا ان كو ديقن لهي سؤالها قاركود شكي ملي مركا وحان ليلهي همبليو رنتي وا وخ لوغو فرحو وا همبليو الهي تبارك وتعالى وحرجيننا اما كبرينا انو اردداسي دادالكا يا مسيرده يا جيدكا دهري هيان انو الهي او دمهستيرو تبارك وتعالى وجددي لغا لها او اني امد علماء ونقدان دينته غاميان امد هو اديغان انه الهي ان غارسيان كرجين نبي الله تبارك وتعالى انو نوليو ايان الهي كرجيننا وخي دردارنا اردد لا دحي لها علماء تيري وخي دردارنا والدين تلا دحي لهانا علماء دي هورا تيري تيري او كنقن مايو وحن ليهي هورا لو سعود ان شاء الله تعالى مركلا وحن ما هدلنيا تيمكا معلمين تا يمامولكا كعانتا كوهايا برنامج كان رنتي وحان ليا هاي آد يا آد يا آد بادو ما هزنتيهين سيدا دوحوصو سارتين يدادال كاد قليسين محوة هاي وي كم موقدان واح موقدا وي رنتي مرخاتي مدون تاواي هلين تاسين وحان ليا هاي إخلاص كان أغادا دادال كان سيلا من لابا بإذن الله تبارك وتعالى رنكا كالانا أرددو أغدرا آداب تا يا أخلاق دا يا هاد كتب أخلاق ذي مرين أدابت طلب العلمية أرضيك محل قربة أدابت يسوي مرين لكن سيد تطبيقية سيد النحو ذا الله تطبيقين أيو وإن أدابتنا الله تطبيقية وأميشا كصبحو أرضي أدب سن أفوحا نهي ستاة ذاتك دين تبرين أي الصبح يوايهن دنبي أما كام عدا يمعاهيد به كصبحان oo ardayga iyo sheekhiisuba iyo macallinkiisuba cul yihiin imtixaankan iyo waxana lagu culoobayba wabitaali akhlaaq badan iyo kala dambeyn iyo aadaabti maqan tahay
أما ما هي أرض يقوه وحكبرتي بعجلده وحكبرتي نين عجل وحكبرتينا وحاكم قن آدابتي ورنبا كم قن لأن عجل كان شيخوها الشيخ يسي وكو أمر تاقليه عجل كمركة دقيسيني سوكما ارتاقليس واتكو أمر تاقليني مركة دونتان واتسكا أموسين مركة دونتان واتشدان مركة دونتو شاه باتكو دول عبي مركة دونتو محوها أضوات دروالا تسكا دقيسين يعني وحوي عجل نين الشيخ النقضي آداب بدن لقسو كمايو سيداس تنادي أردادا إني آدابتي علمي يا علمدا أي كبر باران وعلمي لقاتان وانا تي سلفكو ايرونتي كهر مرين جيرين بعلومتي ان بدنو كميدا سي انو هلو علمو علمينا حبارسن ادابتي علمي دقنكيسينا ودته ان شاء الله تعالى جانب كان وبراروجين لها الهي هيدن بركيو وقتو وا اسكا كوبن يهي ادانكي بابا انهايا ملها برامج قيبه كلنا وا دمهين ور بدن رونتي ما حمشو شن بلود ام لخ بلود وهذا ارداداس ودغينيسو ميرهاسي انوغه موقدان bal waxaan u joogi doonaa markay laba sano ama sanad iyo bad ay joogaan ayaynu u joogi doonaa hadii Ilaahay inoo nooleeyo tabaaraka wa ta'ala iyo bandhiga ay sameyn doonaan biidin Ilaahay tabaaraka wa ta'ala Allah idin kaalmeeyo ardadeenana Ilaahay tabaaraka wa ta'ala culumta iyo cilmiga Allah u fududeeyo inagana dadaalkeeda Allah inoo fajiyo ragga gacanta ku hayaana ikhlaas iyo Ilaahay dirti iyo dadaalkay si lama laaban iyagana Allah waafajiyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh جزاك الله خيرا واحسن الله اليك اديات بشيخ ومهتسي هي رنتي اديات بان ومهد علني ان دمان علماء دي كهريس شيخه يا شيخه با سدا في عنا قروخده بدن اي نو سو كوبن حفله لبس عدد بان او ترى قلناي صوت دقيقه يا نلا دافتي انا لغا رالي هانيا ما انت ابال مرنتو وحن نغ بشارين ان اني كدوانان دونت يدونا سدي عرض غبا اوغا دوانا meelaha kale in waxa la isku abaal marinaya waa ardayga aadaabtiisi iltizaamkiisi xuduurkiisi iyo dadaalkiisi fasalka dhexdiisa fasalka sta dhowr arday baa laga soo xulay oo ah ardaydii nala bilaabay sanad dugsiyeedka taamki dambe marka ardadaas ayaa la abaal marin doona wixii natiijo ah imtixaanka ku saabsan 1 iyo 2 iyo 3 sidii imtixaanka loo kala sareeyay waxba ku bixin mayno امتحان كسيدي لو كلا سريين نجا نتجد حقيقي قاهيد وحي كتال وحي كتال فصل هذا هرتو ده حتى ويدك سينتا هاي لقب العبا حتى مركا حفلتو ده معتار ده كستاوسي في رسانكرا لكن وحا وحكو بحينا إنا أرد يجي علماء نما وميشان علماء على ديارين يا علماء نما ده نكي علماء يسرد جاي فصل كينتو توغي عن مرنا تشارين معلمين تحترامك نظامك إن كستو أردادو ده مانا يوذا في عينيهين رنتي هدنا تاسان إن شاء الله تعالى وحكم بحنا إن سدوا كلا وحن كعذر دارنا أرضنا قارو دب كيمين يجنا إن شاء الله تعالى وحلا تكريمين دونا حفلات كدم به وقيمين تودي بأول الصعدة قيمين تهذا وحن حكود سينا أرض يجي كلا بلاوي معهدك قيمين تسمع لين كاي صوب لعبنت تاسمرك وحكيني دون تا إن شاء الله تعالى أرضنا ما يسيو جين أنا قلنا وما ننشيجين لقى بلاوي بعد رمضان وخلا يسوس ونقض إن شاء الله أرض كستا قيمين تو وحي هركسي بلابي مركا فصل كسر الله سوفرست ويسعون إلا يسند كآخر كيس مركا سند كان إن شاء الله تعالى هدي أنا دوجين سند كتب بابا واتيو جانتو أنت كنت لقل وحلاس كنت كريمين يا مر والبا وأرد يجد أدابت يا نظامك إيو كلا دمبين تا إيو معلن احترامك أيه إن شاء الله تعالى لاس كنت كريمين يا أرد هذا مركا شيخ معمولها إيو علماء كلا دمانتو أيه والله تكريمين دهنا مركا دمانتو حنكون عطنا هاي استاجان أو استاكل شرفان أرد هذا aan yeerin doono fasalka afkaru yeerinayno ma aha qaabkay u kala sareeyeen ardadan la yeerinaya dhamaantood way siman yihiin macnaheedu ma aha ardayga loogu hariyeeyay inuu ugu akhlaaq badnaamaa atahil thalith fasalka sadahad atahil thalithka hafsa abd hirsi hal marban suura zainab abdullah muhammad سهرة محمد نور أرضي كستومك عيسى مقلا هراه وصو فرع عقتا سيو وقتقا ينو بيخامينو عبد الجبار شيخ محمد عبد الرحمن عبد الله النور هسو تكتقين أرضا سيدا مانتو
فصل كاس وفصل كا التأهيل الثالث وحن وجود بيا فصل كا لبعض فصل كا التأهيل الثاني ميمون إبراهيم حسن كوثر محمد علي سمية أحمد نور عبد الرحمن فارح عبدي عبد الرحمن فارح عبدي أكتا صفرين أرضي كستومك عيسى مغلي هراه وزو أرضو وحنو قد بيا فصل كالتأهيل الأول وحنو يريا أردادا عائشة عبد الله عبدي حليمة عبد الله وصيلة عبد الرحمن محمد إبراهيم داود علي زكريا عبد الرزاق علي أكتال صفرة عائشة حليمة وصيلة صور ده لكن لا تخلف الميعاد. وحن كسي سعون إن ضد فصل الله كله فصل كالتقوية عبد الخالق أحمد نايم عبد الملك عمر أحمد ليبان ولي محمود يونس أحمد أبشر يحيى أحمد على صور ده قيبتو دنبايزة أرضاد إسكولي ده سمية يوسف نور يحيى مختار يوسف سليمان عبد النور حسن زبير خضر موسى محمد عبد محمد
واي أرددان لي مقعيو ذا إنشاق ناي قار كميدا كالمها كوبات بي كتيران حقا درجات كامتحان كي لقاضي لكن وحان كور برني تنكاله وحان كوكا بقبين إنا قيبتا ماموينكا أرددان لتكريمية وحالقو تكريمية كتب علمية يا والمرنك لا وهاست كتير عمر كيف رانا يا أخي دونا إن شاء الله تعالى وحن أقول بينا قيمة مامويينك شهادوين كاسب على بوبسين وكان مامويين كهرها وصوتك دكان سعيدة عبد الله حسن كلمت كوبات بك شيء قبل قبل دي كتاب كي قاتن وزوجة الشيخ شيخ علي جزاه الله خيرا وأبطك وعيالك وحاسسك إنت ممكن جزاه الله خير قيبت اللباد كالنت اللباد منا محمد شيخ حسين كالنت الصدحات نوال إبراهيم علي على سؤالك دقو شيخ على قدومي رمان ما مو يمكن وحن فيلي ياوي عفصدين مركا برتو دالو قدوسين دونا إن شاء الله أدي أدو ما تنتهين كتابك القاعدة النورانية فربرك مركا فربرك أي دمائيين قيب كميدة أولينا وأوسي السعودة كتبت قيب كلي مركا كاسبة حتى شهدون كالقسي حتى كتابك المعلم كتاب المعلم القراءة والكتاب أي قاتان كاسي حتى نوضان أدو ما تنتهين دمان كسو قيب كلي حفلتيني حفلتيني صوب العوانتي أفر ساع الكاس أيه نوغو حيران تهي وحن آد إياد قم هاد علنيا دمان كسوق يبقى لياشا وقت قودة قالقا نوصو هوري نوصو شرفي إلهي سبحانه وتعالى هالشرف وهكراميه والد كقيمها بضن أرددا يعلم هذا شرفته بضن انتبا وما هاد سنتهين مناسبات دوين ونوينو حيران تهي أرددا ويحيوبا هن نتائج كر يفسلدو دي أي كفير سنكران نتائج دي امتحاناتك يأفر دي وليبا وحي وكياني وبالله توفيق أردادا ويفرديان أردادو إنتا علمادو أي بحيان علمادو أي نوغو هرين إزا دمان أردادو هفرديان إنتا مرتدو أي بحيان وبالله توفيق آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.